بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنكمل المراجعة بتاعتنا اللي ابتدأناها في المحاضرة الأولى. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان دي الكورس اوت لاين، احنا في الجنرال بري كالكولاس ريفيو. كنا اتكلمنا على النقط اللي هي دي، النقط دي اتشرحت في المحاضرة اللي فاتت، وصلنا للاناليتيكال جيومتري. النهاردة إن شاء الله هنكمل الثلاث نقط دول اللي هما الـ function and their combination، الـ function composition، الـ mathematical proofs. طيب بداية هنتكلم الأول عن الـ functions. الـ functions ببساطة هي عبارة عن الأداة أو العملية الأساسية اللي بيتم عليها الـ calculus، يعني الـ calculus أو الـ process of calculus بتتم على فين؟ على الفانكشن، بتتنفذ على فانكشن. يعني طبعا الكالكولاس معناه يا ديفرنشيشن يا انتجريشن، تفاضل اند او وتكامل، تمام؟ بتتم على مين؟ على الفانكشن. طيب لذلك كان مفهوم الفانكشن مفهوم مهم قوي لازم نفهمه. ببساطه زي ما الرسمه دي بتقول او زي ما الرسمه دي بتشرح، الفانكشن عباره عن سيستم أو يعني زي ما هي موجود قدامك كده، كيان له انبوت، بيخش فيه انبوت، الانبوت ده بيتحول لاوتبوت. لو افترضنا ان الانبوت اسمه اكس فالاوتبوت هيكون اف اوف اكس، تمام؟ وادي مثال اهوت على الفانكشن، ادي الاكس وادي الاف اوف اكس. الاكس بنسميه الدومين، الدومين معناه الانبوت بتاع الفانكشن بيعيش فين او بيتراوح من ايه لايه، تمام؟ والرينج هو الاوتبوت بتاع الفانكشن. وطبعا ده مثال على الكيرف بتاع الفانكشن واي بيساوي اف اوف اكس. فالاكس بتاخد من القيمه دي للقيمه دي، عشان كده سميناها الدومين. والرقم اللي بيرجع او لما بطبق الفانكشن على الاكس فبيرجع لي رقم، الرقم ده بيبقى في الحدود دي، يعني من هنا لغايه هنا، وده بنسميه ايه؟ بنسميه الرينج. او زي ما الرسمه دي بتعمل، الرسمه دي بتقول ايه؟ بتقول ان السيت ده او اللي بنسميها الدومين ورمزنا لها بالرمز دي، فيها عناصر. العناصر دي اول ما اثر على العنصر بالفانكشن، يعني سي ان العنصر اسمه اكس، هاثر عليه بالفانكشن هيتحول ل element جديد اسمه اف اكس، هيعيش في المكان ده هو اللي هو الرينج، وهكذا. طيب احنا بقى هنشتغل او احنا كونسيرند في الكورس بتاعنا ده على الريال فاليود فانكشن. الريال فاليود فانكشن بمعنى ايه؟ بمعنى ان لازم الاكس تبقى ريال، تمام؟ واف اوف اكس تديني اوتبوت ريال، يعني لازم الدومين كدومين يكونوا ريال. طيب الفانكشن ببساطه هي البروسيس اللي بتعمل مابينج او التحويل اللي بيحصل، الانبوت بتحول لاوتبوت. تحول ايه اللي بيتم بقى او ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده هو الوظيفه اللي الفانكشن بتعملها. طيب بس خلي بالك، لازم الاليمنت اكس يبقى ليه يونيك ايمج. يعني ايه؟ اهم شيء عشان اقدر اقول انها فانكشن، لازم اكس يبقى له صوره واحده بس في الكودومين اسمها اف اكس. طب لو اكس له صورتين كده ما تبقاش فانكشن، خلاص كده. يبقى اهم شرط من شروط الفانكشن ان لازم اي element في الدومين او اي element x يكون ليه يونيك ايمج في الرينج بتاع الفانكشن، تمام؟ طيب تعالى بقى نتكلم يعني بوضوح شويه او بالتفصيل عن الدومين اند رينج. ايه هو الدومين وايه المقصود بيه؟ تعالى ناخد اكزامبل بسيط كده، السكويرنج فانكشن. السكويرنج فانكشن او الداله التربيعيه اف اوف اكس تساوي اكس سكوير، اكس تربيع. طيب فور اول اكس ينتمي لار، لازم الشرط ده تخلي بالك منه لان احنا بنتكلم على ايه؟ على ريال فاليود فانكشن. طيب تمام، تعالى نشوف الدومين كده. هل في ما يمنع ان اي رقم في الريال نمبرز، هل في ما يمنع ان الرقم ده يتعمل له تربيع؟
لا طبعا مفيش حاجة تمنع ان اي رقم ايا كان طالما ريال يتعمل له تربيع. لذلك الدومين بتاع الفانكشن ده هو من سالب انفينيتي لانفينيتي، فروم ماينس انفينيتي جوز تو انفينيتي. جميل. طيب تعالى الرينج بقى، الرينج او الاوتبوت بتاع الفانكشن دي، الاوتبوت بتاع الفانكشن دي لازم يطلع موجب، لان التربيع بيضيع الاشاره او بيطير الاشاره، وبالتالي الرينج بتاعنا هيبقى من الزيرو لغايه انفينيتي، وممنوع ان يطلع فيه اعداد سالبه لان مفيش عمليه تربيع بينتج عنها عدد سالب. طيب الخطوه اللي بعد كده ادينا اكزامبل. اكزامبل اهو يا جماعه، بص كده قدامي، ادي الجي اوف اكس بتساوي السكوير روت بتاع 2 اكس بلس 4. جميل. ساتش ذات ان الاكس بتعيش او بتنتمي للفتره 0 و6، يبقى اكس لازم تكون من 0 ل 6. جميل. طيب انا قدامي طريقه ان انا احسب الرينج بتاع الفانكشن دي. ازاي احسب الرينج؟ اذا كان الاكس بتعيش، سي ان انا رسمت الرسمه كده، ادي اكس اهي وادي اف اوف اكس، تمام. طيب سي ان اكس بتعيش من صفر، هي صفر اهي، لغايه 6، تمام. ولنفرض الرسمه بتاعتها كده مثلا، كده مثلا، يا ترى تقدر تترجم لي الرينج بتاعها من اللي فين؟ الرينج اللي هو القيم، يعني اما اقعد بصفر هيطلع لي ايه، واما اقعد ب6 هيطلع لي ايه بالظبط، تمام. هيقوم اديني الشويه دول، تعرف تجيبهم ازاي؟ هجيبهم ببساطه، انا همسك الفتره اللي بيعيش فيها الاكس، الاكس مش بيعيش من 0 ل 6 في المكان ده اهو. جميل. اذا لما اعوض بصفر هحصل على 2 في 0 زائد 4 فالجذر 4، ولما اعوض ب6 هحصل على 2 في 6 زائد 4 هتساوي جذر 16 اللي هو 4، تمام. اذا كان الاكس بيعيش او موجود من 0 ل 6 في الفتره من 0 ل 6، فان الفانكشن بتقوم مترجمه الفتره ده، بتترجمها تعمل لها تحويل، بتحولها للفتره كام؟ 2 و4. طب ليه 2 و4 فتره مقفوله؟ لان الصفر كان الصفر وال6 فتره مقفوله، فطبيعي اما اعوض بالصفر هيديني 2، اذا 2 معايا في الرينج بتاعي و4 كمان معايا في الرينج بتاعي، تبقى الفترة المقفولة من 2 ل 4. ده أبسط مثال على الدومين والكودومين. طيب خليك معايا بقى، البيس وايز فانكشن ده مصطلح مهم، أو الدالة اللي ليها فرعين أو اللي بتتعرف على فرعين اتنين، خلي بالك بنسميها بيس وايز فانكشن. طب احنا ليه بنعرف الدالة على فرعين؟ احنا ليه ما عرفناهاش بمعادلة واحدة وخلاص؟ قال لك لا، تتعرف على فرعين لان الاعداد الحقيقيه كبيره يا جماعه. يعني تخيل خط الاعداد اهو من سالب انفينيتي لانفينيتي. جميل. طب هل انت متصور ان الفانكشن ممكن تاخد كيرف واحد او شكل واحد في المجال الكبير ده هو؟ لا طبعا، ده ممكن تاخد اشكال متعدده، يعني مثلا تيجي من صفر لغايه انفينيتي واخد الشكل ده هو، وتيجي من سالب انفينيتي لواحد لسالب واحد واخد الشكل ده اهو، او عند السالب واحد اهو، وتيجي من سالب واحد لصفر ثابته كده واخد الشكل ده وكده. ايه اللي يمنع يعني؟ كلها فانكشن واحده، بس على حسب الدومين، او على حسب الدومين اللي بتاخده الاكس الفانكشن بتاخد شكل معين، عشان كده ظهرت حكايه البيس وايز فانكشن. فبص على المثال كده، اتش بتساوي 2x بلس 1، ده الفرع الاول. خلي بالك طالما فرع يبقى لازم تبص على فين؟ على الاكس بتبدا منين وتنتهي فين. قال لك اهو، اف اكس اقل من زيرو، اقل من زيرو ده معناها ايه؟ اقل من زيرو يعني ادي الزيرو، وانت بقى خد لغايه السالب انفينيتي، امشي الناحيه دي كده، تمام. طب والفرع الثاني؟ طبعا انت لسه ناقص في الدومين نص خط الاعداد اهو اللي هو من صفر لانفينيتي. الداله هتاخد شكل تاني، ايه الشكل التاني بقى؟ هيبقى بشكل اكس تربيع.
اكس تربيع، يبقى لازم الجزء المكمل للدومين قدامك اهو، اللي هو ايه؟ ان اكس تبقى اكبر من او يساوي زيرو. طيب اذا الداله بتنفصل او بيحصل لها انفصال او بيحصل لها تحول عند النقطه صفر، اللي هي سابت برانش او سابت شكل، اتحولت لشكل تاني. طيب عند الصفر نفسه بقى، لما اجي اجيب قيمه الداله عند الصفر اجيبها من انهي فرع؟ تبص على الايكوال، شوف الايكوال فين وروح اعوض في الفرع بتاعها، خلاص كده؟ طيب الداله اتش دي بتماب، بتعمل مابنج او بتمابس ماينس انفينيتي وانفينيتي، بتمابوا لفين؟ لسالب انفينيتي وانفينيتي، لانك انت ما فيش شك، ايه اللي عرفني؟ ايه اللي عرفني ان الكلام ده صح؟ ما فيش شك ان انت لو عوضت باي رقم في الدومين بتاعك، سواء خدت نص الدومين اللي فوق ده او نص الدومين اللي تحت ده، هتلاقي دايما الداله بتدي لك في الدومين ده. طب ازاي يعني برضو؟ تعال نشوف. في الناحيه الموجبه انت كده كده بتحصل على اكس تربيع، فدي ارقام موجبه. طيب لو انت خدت صفر هتجيب صفر، لو انت خدت اتنين هتجيب اربعه، لو انت خدت اربعه هتجيب 16 وهكذا. فالفرع ده بيديني كله موجب. طيب والفرع ده؟ الفرع ده اساسا اكس سالب، اكس السالب، فلو عوضت باي اكس سالب هنا هتديني سالب، هتديني رقم سالب، وبالتالي تبقى الفانكشن بتديني سالب من الفرع اللي فوق وبتديني موجب من الفرع اللي تحت، عشان كده هي بتماب الدومين كله للريال نمبرز برضو كلها اللي هي من سالب انفينيتي لانفينيتي. طيب الحاجه اللي بعد كده، امور فاميليار اكزامبل الابسولوت فاليو. اكزامبل على الفانكشن اللي احنا بنتكلم عليه ده هي الابسولوت فاليو. احنا لما عرفنا الابسولوت فاليو قلنا ايه؟ قلنا انها يا اما اكس في حاله ان اكس موجبه او تساوي صفر، يا اما سالب اكس في حاله غير ذلك ان اكس اقل من صفر. تمام؟ خلي بالك بقى، شوف الدومين بتاع الابسولوت فاليو، خدت الارقام الريال نمبرز كلها من سالب انفينيتي لانفينيتي ودتها لفين؟ هل ينفع ابسولوت فاليو تديني رقم سالب؟ لا، هي بتديني ارقام موجبه بس، عشان كده خدت الارقام كلها من الدومين بتاعها اللي هو سالب انفينيتي لانفينيتي ودتها للرينج اللي هو بيبدا من صفر لانفينيتي، كلها ارقام موجبه عشان الابسولوت فاليو ما بتجيبش غير ارقام موجبه. طيب خلي بالك بقى، دايما الفورمه اللي بنمثل بيها الفانكشن هي واي بتساوي اف اوف اكس، حيث واي بنسميه ديبندنت فاريبل. ديبندنت ليه؟ لان هو متغير تابع. تابع ليه؟ لان هو قيمته بتتبع القيمه اللي ياخدها اكس، في حين ان اكس اندبندنت فاريبل. اندبندنت ليه؟ لان هو متاح له انه ياخد اي قيمه من الدومين، وعلى اساس القيمه اللي بياخدها واي بتتحدد قيمته، عشان كده واي متغير تابع ديبندنت واكس متغير اندبندنت. طيب الجراف اوف ذا فانكشن، ازاي برسم الفانكشن يا جماعه؟ طبعا اي فانكشن في الدنيا نقدر نرسمها، وفي الات حاسبه المتطوره دلوقتي بترسم او بتعمل الجراف بتاع الفانكشن. ايه هو الجراف بتاع الفانكشن؟ الجراف هو انك تحاول تجيب نقط من الدومين وتشوف النقط اللي بتكافئها في الكودومين وتوصل الخط، يبقى انت كده جبت الكيرف اللي بيمثل الفانكشن. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت بتحاول تمسك الايكويشن ده هي اللي هي واي بيساوي اف اوف اكس، وتشوف اكس، تمام؟ الاكس بتشوف القيم بتاعت الاكس اللي هي ريستريكتد تو دي. ريستريكتد تو دي يعني ايه؟ يعني لازم أن تكون جوه الدومين. جميل، تشوف القيم دي وتعوض بيها تجيب قيمه الواي وترسم الواي والاكس مع بعض. لذلك الجراف احنا بنعرفه كده اهو، بنقول هو النقطه اكس وواي، بشرط ان اكس تكون جوه الدومين. ما ينفعش اجيب رقم الفانكشن مش متعرفه عنده او الاكس ما بتعيش فيه. ما ينفعش اجيب رقم اودي قيمه للاكس، ما تنفعش الاكس انها تاخدها، لازم الاكس تكون بتنتمي للدومين بتاعي اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. ايه اللي يحصل بقى؟ اول ما اخد اكس من الدومين هحصل على واي، بمجرد ما اعوض بالاكس في الفانكشن بتاعتي هحصل على واي. لو انت خدت النقطه اكس والنقطه واي رسمتهم، يبقى انت كده وكررت المساله دي مع اكثر من قيمه للاكس، فهتحصل على اكثر من قيمه للواي. خدت الازواج بقى، اكس بكذا ادتني واي بكذا، هتروح ترسم هتلاقي الرسمه طلعت معاك على طول. مثال، تعال
تعال نرسم السكوير فانكشن او الاكس سكوير. اكس سكوير الاكس بتاعتي من سالب انفينيتي لانفينيتي. كل اللي انت هتعمله هتعمل لي جدول صغير كده اهو، ادي القيم، هتاخد قيم سيلكتد. طبعا القيم دي انت بتحاول توازنها بدماغك، يعني مره هاخد الصفر، مره هاخد النص والسالب نص، يعني النص لوحده موجب نص وسالب نص، مره هاخد الواحد وسالب واحد وواحد، مره هاخد سالب اتنين واتنين. طيب اشمعنى القيم دي يا جماعه؟ القيم دي هقول لك اشمعنى ليه القيم دي. اول حاجه صفر، لو انت عوضت بصفر هيدي لك صفر، فالصفر يدينا صفر. طب عوض بواحد، واحد هيدي لك واحد. طب عوض بسالب واحد هيدي لك واحد برضه، لذلك واحد يدي واحد وسالب واحد يدي واحد. طيب انا ليه خدت القيم كده، سالب نص ونص وسالب واحد وواحد، يعني خدت القيمه مره بوزيتيف ومره نيجاتيف؟ لانك لو خدت بوزيتيف بس هترسم نص الكيرف، لكن لو خدت نيجاتيف هترسم نصين مع بعض ويبان لك الكيرف كله، لان الفانكشن ده هي قطع مكافئ او بارابولا زي ما احنا سميناها في اخر محاضره، تمام؟ والبارابولا ده هو احد القطوع المخروطيه اللي هنشتغل عليها في الكورس بتاعنا. طيب يبقى ده هو الجراف الناتج عن انك خدت قيم معينه للاكس وحسبت قيم الواي المكافئه ليها، اللي هي الواي طبعا هنا هي الاكس تربيع، تمام؟ ورسمت ووصلت النقط ببعضها، حطيت النقط وقمت موصل ببعضها. طيب انت قلت انت كده جبت فانكشن سهله، ما تجيب لنا حاجه يعني الى حد ما مركبه. خلي بالك من دي كده، شايف الفانكشن دي اللي هي السكوير روت اوف 2x بلس 4 such that x belongs to 0 and 6 from 0 and 6 في الكلوزد انترفال من 0 6. طيب تعالى ناخد القيم. طبعا انا هنا بقى مش هاخد قيم بوزيتيف ونيجاتيف، ده انا لازم القيم بتاعتي تكون خاضعه للدومين ده اللي هو 0 6. طيب لازم بقى تبقى ناصح كده توزع القيم بحرفنه. يعني ايه بحرفنه؟ يعني انا عاوز اربع نقط، حلو، يبقى لازم تغطي الفتره كلها بحيث ان اولك صفر اخرك سته، والنقط الوزن تكون متوزعه بالتساوي. بمعنى ايه متوزعه بالتساوي؟ يعني صفر سيب 2 يونت تجيب 2، سيب 2 يونت تجيب 4، سيب 2 يونت تجيب 6، وهكذا. يبقى انت كده ايه، في سيمتريه في توزيع النقط. طيب لما اعوض بصفر الفانكشن صفر في 2 هتدي، يبقى المحصله 4 تحت الجذر يديني 2. طب عوض ب 2 هتديني الجذر 8 اللي هي 2.8 من 10. طب عوض ب 4 هتديني جذر 12. طيب وهكذا بقى، 6 هتديني 4 لان 6 ب 12 و4 16، 16 تحت الجذر فيها ال 4. تعرف تمسك القيم دي بقى وترسم ببساطه شديده جدا. هرسم ده المحور بتاع الاكس وده المحور بتاع الواي. خد الاكسات اللي انت عملتها حطها على الجراف، خد نقطه بنقطه بقى، صفر عنده الواي ب 2 يبقى دي صفر عنده واي ب 2، و 2 عندها جذر 8، وهكذا بقى لغايه توصل. يبقى انت كده جبت مين؟ جبت الرسم. طيب مثال اخر على الجراف اوف ذا فانكشن. سي ان انا عندي فانكشن بفرعين، بيس وايز فانكشن، فانكشن اهي لها فرعين. الفرع الاول الدومين بتاعه اللي اكس اقل من صفر، يعني الارقام السالبه، وطبعا ارقام حقيقيه سالبه. والفرع الثاني هو ان اكس اكبر او يساوي صفر، ودي لا بتمثل الاعداد الموجبه. الفرع ده بيساوي 2 اكس زائد 1، والفرع الثاني اكس تربيع لما الاكس اكبر من الصفر. طيب اما اجي ارسمه اعمل ايه؟ هترسم كل فرع لوحده، وتلتزم وانت بترسم كل فرع انك تاخد اكس من الدومين بتاعها. ازاي يعني؟ اهو بص كده، انا عندي الدومين بتاع الفرع الاولاني من اقل من صفر، يبقى هاخد ارقام سالبه في الدومين ده، حلو كده؟ طب والدومين بتاع الفرع الثاني ارقام موجبه او صفر، يبقى هاخد في الفرع ده ارقام موجبه. لذلك انا لما خدت اكس بتساوي صفر، الصفر ده المفروض اجيب قيمه الفانكشن منين؟ من الفرع الاول ولا من الفرع الثاني؟ ابص كده، قيمه اكس بصفر تبع انهي فرع؟ اكيد طبعا الفرع الثاني، لان بيقول لك اهو اكبر من او يساوي، او يساوي معاك اهي، تمام؟ وبالتالي يبقى الصفر اعوض فين؟ اعوض في الاكس تربيع، يبقى صفر اديني صفر.
طيب اخد اكس بواحد، خد اكس بواحد برضه هتعوض في الفرع الثاني، خد اكس باثنين في الفرع الثاني، خد اكس ب10 في الفرع الثاني، خد اي رقم بوزيتيف في الفرع الثاني. خلاص كده؟ طيب كده الفرع الاولاني ما تمثلش، لا اروح اخد بقى ارقام سالبه للفرع الاولاني. طيب ممكن اخد سالب واحد وممكن اخد سالب نص وممكن اخد قيم بقى براحتك. خد سالب نص كده، لو خدت سالب نص هيبقى هيديني صفر. ليه؟ لان سالب نص هينضرب في 2 يديني سالب واحد زائد واحد فالصفر. تمام؟ خد سالب 2 يدي لك رقم تاني، يدي لك سالب 3. تعال نرسم بقى. لو انت رسمت صفر وصفر وواحد وواحد اتنين واربعة هتحصل على الكيرف ده وكده اهو، اللي هو ايه؟ اللي هو النص الموجب من البارابولا اللي شكل اللي احنا شفناها اللي هي الاكس تربيع، بس النص الموجب. طب ليه النص الموجب بس هو اللي جه؟ عشان انت اللي مختار الدومين الموجب، انت اللي مختار له اكس موجب، فاكس سالبه مش متعرفه معانا هنا، عشان كده نص البارابولا هي اللي ظهرت النص الموجب. طيب وغير كده بقى الداله على شكلين، الشكل الثاني هو خط، داله لينيار ده او داله خطيه، خطيه اللي هي 2 اكس زائد 1. لو جيت شفت اول الخط فين هتلاقيه عند 0 و1 اهو، والنقطة الثانية اللي هي عند 2. طبعا النقطة دي اهي لو انت عوضت بصفر يدي لك صفر، لو انت عوضت بصفر طبعا صفر ما ينفعش اعوض بيه هنا، عشان كده شايف الدايرة مفتوحة اهي، شايف الدايرة مفتوحة. يعني ايه صفر مش معانا؟ صفر مش معانا. طب احنا بنعوض بيه ليه؟ ما المفروض ما تعوضش بيه، لان هو مش هيدي لك فاليو قريبه قوي قوي من الواحد، واحنا مش ايه مش يعني المفروض ما تعوضش بيه. امال هو بيظهر كده ليه؟ بيظهر لانك انت رسمت الرسمه عوضت اهو بالسالب نص، عوضت بسالب نص اهو، اكس بسالب نص اهي، وعوضت بيه سالب 2 اهي، اكس بسالب 2 اهي. تمام؟ وقمت شديت الخط بالمسطره، فالخط قابل الكيرف عند او قابل الواي اكسس عند النقطه واحد. خلاص يبقى هو جه بالصدفه، لكن هو مش معانا، النقطه دي مش معانا لانها مش معرفه على الفانكشن. تمام كده؟ طبعا يبقى احنا كده ناقشنا بشكل وافي الجراف بتاع الفانكشن. اخر حاجه هقولها اللي هي في موضوع الجراف، يعني بص كده دي الابسولوت فاليو. لو بصيت للابسولوت فاليو لو جينا نرسمها هتبص تلاقيها خط عامل كده مايل بزاويه 45، الزاويه دي 45، وخط عامل كده مايل بزاويه، شوف الزاويه دي بقى كام؟ ادي 45 و45 و45، تبقى كام بقى؟ 3 في 45. ماشي؟ جميل. يبقى الخط ده والخط ده. ايه الخط ده؟ الخط ده بيمثل لك الاكس لما تبقى موجبه، والخط ده بيمثل لك او الناتج لما اكس تبقى سالبه. طبعا اكس كل اللي بيتغير فيها اشارتها، فلما بتبقى موجبه بتبقى اكس بتساوي واي، لذلك بيبقى خط 45 خط مايل بزاويه 45، واللي هي واي بتساوي اكس، يعني الفانكشن اللي هي واي بتساوي اكس، يبقى الخط ده هو هو الفانكشن واي بتساوي اكس. طب والخط ده هو واي بتساوي سالب اكس. خلاص كده؟ ليه؟ لان الفانكشن بتاعتنا متعرفه على فرعين. خلاص كده؟ تمام. طيب ازاي لو جالنا الجراف، سيبك بقى من الفانكشن الجبريه اللي هي متعرفه بالجبر، ازاي لو جالي الجراف اعرف انها فانكشن؟ طبعا ده سؤال مهم جدا المفروض نبقى واخدين بالنا منه. ببساطه شديده انت تقدر تعرف اذا كان الجراف ده بتاع بيمثل فانكشن ولا لا عن طريق حاجه اسمها الفيرتيكال لاين تيست. احنا قلنا الشرط بتاع الفانكشن هو ايه؟ ان اي اليمنت يبقى له صوره واحده، الفانكشن تحوله لصوره وحيده مش لصورتين. تمام؟ جميل. هنمشي ورا الكلام ده هو او ورا الخط ده هو عشان نشوف الكيرف ده بيمثل فانكشن ولا لا. طيب لو انت جيت تبص في تلات كيرفات قدامك اهو، في الكيرف ده والكيرف ده والكيرف ده، وعايزين نشوف مين فيهم اللي فانكشن. كل اللي انت هتعمله هترسم خط فيرتيكال يعني راسي بالمسطره. طب وبعدين لو الخط قابل الكيرف في نقطتين اتنين او في اكثر من نقطه، ده معناها ان الجراف ده مش فانكشن. ايش معنى؟ لان ببساطه الخط الافقي ده هو بيمثل قيمه الاكس. حلو كده؟ طيب ادي قيمه اكس. طيب قيمه الاكس راحت
اتحولت لقيمة فوق وقيمة تحت، هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش، لأن لو ده حصل ما تبقاش فانكشن. حلو كده؟ يبقى احنا التست بنعمل ايه؟ بنرسم فيرتيكال لاين، اذا الفيرتيكال لاين قابل الكيرف بتاعي في اكتر من نقطة تبقى دي نقطة فانكشن. طب اذا قابله في نقطة واحدة تبقى فانكشن. يبقى طبعا التلات رسومات دول مين بقى فيهم اللي فانكشن ومين اللي مش فانكشن؟ اول رسمة بس هي اللي فانكشن، لكن الاتنين التانيين نوت ا فانكشن. خلاص كده؟ يبقى لازم في الفانكشن، خد بقى الخلاصة اهي، if of x is a function if and only if، دي اسمها if and only if، يعني اذا وفقط. اذا وفقط ايه؟ كان h x في الدومين، اي نقطة تنتمي للدومين has only one image. طب افترض ان الدومين فيه 1000 نقطة ونقطة واحدة منهم لها 2 ايمج، خلاص باظت كلها، ما تبقاش فانكشن. ماشي يا شباب؟ طيب الحاجة اللي بعد كده even and odd function. الدوال انواع، في دالة زوجية even ودالة فردية، تمام؟ والدالة الزوجية والدالة الفردية لما تيجي ترسمهم بياخدوا أشكال مختلفة. إيه الأشكال دي بقى؟ ممكن الشكل يبقى عامل سيمترية، سيمتريك، سيمتريك يعني متماثل. تعال نشوف، تعال نمسك الأول الإيفن فانكشن. إمتى أقول إن الدالة دي زوجية؟ الدالة بتبقى زوجية يا شباب إذا كان، إذا كان خلي بالك بقى، فور إيفن انتجر إن، إذا أي عدد زوجي ان even integer، عدد زوجي وانتجر كمان، سالب x to the power n بيساوي x اس n، but for odd integer n سالب x اس n بتساوي سالب n. الكلام ده معناه ايه؟ ببساطة شديدة، إذا أنت عندك دالة يا جماعة وعوضت فيها بـ x هتدي لك قيمة. طب لو عوضت في سالب x، إذا ادتك نفس القيمة تبقى الدالة دي ايفن، لأنها ما بتتأثرش بإشارة إكس. زي مين؟ زي الدالة إكس تربيع كده، الدالة إكس تربيع، تدي لها واحد تدي لك واحد، تدي لها سالب واحد برضه تدي لك واحد، تدي لها اتنين تدي لك أربعة، تدي لها سالب اتنين تدي لك أربعة برضه. إذا الدالة لما ما تتأثرش بإشارة الفاريبل بتاعها تبقى ايفن على طول، لكن لو اتأثرت تبقى أود، تمام؟ لو اتأثرت تبقى اود، بمعنى ان انا لما اقول f of x، ماشي، f of x مالها ال f of x؟ f of سالب x بتساوي f of x، كده الدالة اود، كده الدالة ايفن. ليه ايفن؟ لان انا حطيت سالب قدام ال x وما اثرتش في قيمة الفانكشن، قيمة الفانكشن فضلت ثابتة. لكن لو f of x، f of سالب x بتساوي سالب f x، ده معناها ايه؟ معناها ان انا لما حطيت سالب في الفاريبل بتاعي، السالب ده عمل ايه؟ اداني، خلى الفانكشن تديني نفس القيمه مع اشاره سالبه، تبقى الداله في الحاله الثانيه دي odd. يبقى الداله الفرديه بتتاثر بالاشاره السالبه للفاريبل بتاعها وبتديني سالب الناتج، لكن الداله الزوجيه ما بتتاثرش بالإشارة بتاعت الفاريبل بتاعها وبتديني نفس الناتج من غير ما الإشارة تتغير. طيب الكلام ده هتلاقيه واضح جدا أهو، أهو شايف شرط الإيفن فانكشن إن إيه؟ إف سالب إكس تساوي إف أوف إكس، إذا السالب ما أثرتش. والرسمة بتاعتها، شايف الرسمة بتاعتها عاملة إزاي؟ الدالة سيمتريك، سيمتريك حوالين مين؟ حوالين الواي أكسس، زي الإكس تربيع. شفت الإكس تربيع؟ الكيرف بتاعها عامل كده، في سيمتريه، سيمتريه تماثل. النص اليمين الواي اكسس هو زي النص اليمين الشمال واي اكسس، تمام؟ ففي تماثل حوالين مين؟ الواي اكسس. الواي اكسس شغال زي المرايه بالظبط، بيعكس الشكل ده اهو، صورته اهي. خلاص كده؟ يبقى الداله امتى تبقى زوجيه؟ لو اف سالب اكس تساوي اف اوف اكس. طيب وامتى الداله تبقى فرديه؟ اهي لما احط سالب للاكس واجي اعوض بيه في الفانكشن هتديني القيمه والاشاره السالب هتحتفظ بيها، هتتنيها معايا. ف
الحالة دي تبقى الدالة فردية. طيب الدالة الفردية من خصائصها ايه؟ ادي المثال بتاعها اهو، الدالة دي فردية. الدالة الفردية فيها تماثل برضه، بس التماثل مش حوالين الواي اكسس زي الدالة الزوجية، لا التماثل حوالين الاوريجين. بص على الاوريجين كده، انعكاس في نقطة، متماثل حوالين نقطة الأصل. طب تعرف منين التماثل حوالين نقطة الأصل؟ لو جيت عند أي نقطة في الكيرف هتلاقي لازم توصلها كده عشان تجيب الصورة بتاعتها، يبقى النقطة دي صورتها اهي. طب والنقطة الأخرانية ده اهي صورتها اهي، لازم أمر بالنقطة، النقطة اللي هي التماثل عندها الأوريجين يعني. خلي بالك وتوصل بقى، يعني بعد ما تجيب النقط دي كلها برضو النقطة دي أهي، طبعا كده الخط مش نافع لأن أنا ما عداش بمين؟ ما عداش بنقطة التماثل. ووصل بقى، يبقى أنت كده هتجيب إيه؟ هتبص تلاقي الكيرف كأنه مقلوب معاك، يعني مش بس راح الناحية التانية، لا ده راح الناحية التانية واتقلب. ماشي؟ راح الناحية التانية واتقلب. يبقى كده الدالة دي في الحالة دي اسمها دالة إيه؟ دالة فردية. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي دالة زوجية ودالة فردية. طيب هو الدوال اللي في الدنيا يا تبقى دالة فردية يا تبقى دالة زوجية؟ لا، في حاجة اسمها نايزر. نايزر يعني إيه؟ يعني بتدي لك بقى لو أنت حطيت إكس بالسالب تدي لك حاجة تانية خالص، مش لازم نفس القيمة بس بإشارة سالبة، تدي لك حاجة تانية خالص. فاهم قصدي؟ لا تدي لك نفس القيمة زي الايفن، ولا تدي لك سالب القيمة زي الاود، لا تدي لك حاجة تانية خالص. ولو جيت ترسمها هتلاقيها لا هي نافعة اقدر اقول عليها متماثلة حوالين الواي اكسس، ولا هي نافعة اقدر اقول عليها عاملة تماثل حوالين الاوريجين. ماشي؟ يبقى في الحالة دي تبقى الدالة ايه؟ نايزر. يعني نايزر ايفن نور اود، لا هي زوجية ولا هي فردية. طيب تعال نشوف الدومين، تعال نشوف الدومين كده، نشتغل مع الدومين شوية. طبعا الدومين بتاع الفانكشن حاجة مهمة جدا. ليه؟ لأنه هو اللي بيمثل أو بيقول إيه الفاليوز اللي أنا أعوض بيها وإيه الفاليوز اللي ما تقربش ناحيتها لأنها مش هتدي لك قيمة. ماشي؟ طيب طبعا إحنا بنشتغل على ريال فاليو فانكشن، وبالتالي لازم الدومين بتاعي يبقى ريال دومين. ماشي؟ طيب تعال نشوف الاكزامبل ده كده. الاكزامبل ده بيقول لك give the domain of each function. تقدر تجيب لي الدومين؟ الدومين يا جماعه عشان اما اقول كلمه دومين معناها القيم اللي ينفع اعوض بيها في الفانكشن من غير ما تعمل مشكله. القيم اللي ينفع اعوض بيها في الفانكشن من غير ما يحصل اي مشكله. طيب تعال نشوف كده، انا عندي اتنين فانكشن اهو، فانكشن A وفانكشن B. هل في حاجة منهم ممكن تعمل مشكلة؟ تعال نشوف. أول حاجة الفانكشن دي في صورة كسر. حلو قوي، كسر. يعني بسط ومقام، تمام. طيب افتكر كده معايا، افتكر معايا كده، ايه المشاكل اللي ممكن تقابل الدالة اللي هي بسط ومقام؟ طبعا مشكلة ان المقام يبقى صفر، لان المقام لو بقى صفر ده معناها انك بتقسم على صفر، والاسم على صفر ليس لها معنى وغير معرفة اصلا. اذا الدالة ده ينفع اكس تاخد اي قيمة ما عدا القيم اللي بتسبب اصفار في المقام. خلاص كده؟ طب اعرفها منين القيم دي؟ هتقوم واخد المقام ده هو وجايب له الاصفار بتاعته. طب الاصفار بتاعته تيجي ازاي؟ امسك المقام وحلله، اعمل له تحليل. احلل المقام ده ازاي؟ اكس تربيع زائد اكس ناقص 6، انت عايز رقمين حاصل ضربهم سالب 6 ومجموعهم موجب 1. طبعا الرقمين دول هم 3 و2، والكبير فيهم ياخد اشاره الاوسط، يبقى اكس زائد 3 مضروب في اكس ناقص 2 هو ده التحليل بتاع المقدار. عايز تتاكد اعمل ضرب كده بمجرد النظر، يعني اكس في اكس تديني اكس تربيع، و2 في سالب 2 في 3 تديني سالب 6. طب والحد الاوسط طرفين في وسطين، 3 اكس زائد او ناقص 2 اكس، 3 اكس ناقص 2 اكس يديني موجب اكس. خلاص كده؟ يبقى هو ده هو ده بالتحليل. وبالتالي فين بقى الاصفار؟ الاصفار انك تمسك ده تساويه بالصفر، تمسك كانك بمسكت المقام سويته بالصفر،
طيب لو انت سويت رقمين مضروبين في بعض بالصفر، يبقى يا اما الاول طبعا خدوا صفر ليه؟ يا اما الاول ده بيساوي صفر وفي الحاله دي تبقى اكس بسالب 3، يا اما الثاني هو اللي بيساوي صفر وفي الحاله دي تبقى اكس ب2، يعني هاخد القوس ده هو اكس زائد 3 اساويه بالصفر، تمام؟ يساوي صفر، وده معناها ان اكس بتساوي سالب 3، تمام؟ يا اما تاخد القوس الثاني اكس ناقص 2 بتساوي صفر ومنها اكس بتساوي 2، يبقى الداله ده هي ينفع تاخد اي رقم في الار ما عدا مين؟ ما عدا الفئه اللي فيها سالب 3 و2. ليه؟ لان دول اصفار المقام، وبالتالي دول لو عوضت بيهم هيديني صفر في المقام وهتبقى مشكله كبيره. طيب بص على الداله الثانيه. الداله الثانيه بقى فيها حاجه، فيها مقام وبالتالي لازم ادور على اصفاره وفيها جذر. طب وايه يعني فيها جذر؟ طب ما ده الجذر فوق مش في المقام. خلي بالك احنا اتفقنا ان احنا نشتغل على ريال فاليود فانكشن. طيب امتى الجذر يبقى يعمل لي مشكله؟ الجذر يعمل لك مشكله لو الرقم اللي تحت الجذر سالب، لانه هيديني رقم كومبلكس او رقم تخيلي، فلازم اضمن ان القيمه اللي تحت الجذر تبقى اكبر من الصفر. عشان كده انا هعمل حاجتين. اول حاجه بص للمقام، المقام الصفر بتاعه كام؟ ان اكس تساوي 1، يبقى او مبدئيا كده ار شيل منها الواحد، ار شيل منها الواحد ده مبدئيا. ليه؟ لان الواحد فرق المقام بتاع ده، صفر في صفر المقام. طيب تعالى بقى، هل كده انا خلصت؟ لا، لازم تضمن لي ان القيمه اللي تحت الجذر اكبر او يساوي صفر. لذلك انا هاخدها بره كده واعملها متباينه. عرفتوا ليه بقى احنا حلينا المتباينات بجميع انواعها في المحاضره اللي فاتت؟ عشان انا هستخدمها هنا. فانا عملتها كمتباينه اهو. طبعا سهل جدا انك تجيب الحل بتاع المتباينه. ازاي؟ هنقول 4 ناقص اكس تربيع اكبر من او يساوي صفر. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه طبعا هتمشي واحد منهم الناحيه الثانيه. الكلام ده معناه ان اكس تربيع اقل من او يساوي 4، تمام؟ وبالتالي ده معناه ايه؟ ده معناه لو انت خدت الجذر هيدي لك زائد او ناقص 4، ده معناه ان اكس محصوره بين سالب 2 و2. حلو كده؟ يبقى اكس ما تقلش عن 2، ما تزيدش عن 2 وما تقلش عن سالب 2. خلاص كده؟ طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان اكس محصوره ما بين سالب 2 و2، اكس محصوره ما بين سالب 2 و2، وبالتالي هي عايشه في الفتره من سالب 2 و2. حلو كده؟ طيب يبقى لازم الاكس بتاعتي عشان المقام ده ما يبقاش صفر تكون محصوره ما بين سالب 2 و2. طيب بس في نقطه، ده الواحد اللي هو في وسط الفتره ده سالب 2 و2، يعني انت لو جيت كده اهو ادي سالب 2 على خط الاعداد وادي 2، هتلاقي ان اهو الصفر صفر مفيش مشكله، وهتلاقي ان اهو الواحد، صح؟ الواحد فيه مشكله. يبقى اذا الواحد عشان اطلعه بره الفتره اعمل ايه؟ اكتب ان الدومين بتاعي هو ان اكس ينتمي للفتره المغلقه سالب 2 و2 فرق المجموعه 1. ليه الواحد؟ لان الواحد صفر من اصفار المقام، فده هيعمل لي مشكله. او تقدر تكتبها كده، ان عشان استبعد الواحد يبقى لازم اقسم الفتره ده لاثنين، فهاخد النص الاولاني من الفتره هو سالب 2 لغايه الواحد بس مفتوحه من عند الواحد عشان الواحد مش معايا، والفتره الثانيه المكمله هي من 1 ل2، تمام؟ هي من 1 اهي لغايه 2، وطبعا الفترتين اتحاد بعض. خلاص كده؟ يبقى انا ايه؟ بمسك المساله خطوه خطوه واطلع الحل بتاعها. طيب الاليمنتري فانكشن، يا ترى يا هل ترى ايه هي الفانكشنز اللي احنا هنشتغل عليها؟ طبعا في فانكشن بدائيه. بدائيه يعني ايه؟ بدائيه بمعنى انها بسيطه، او يعني حاجات بسيطه او حاجات سهله. زي مين؟ اكزامبل البولينوميال فانكشن. كلمه بولينوميال معناها داله كثيره حدود، كثيره حدود يعني لها حدود كتيره. زي مثلا اكس زائد 1 ده نوع من انواع البولينوميال، اكس تربيع زائد اكس زائد 1 ده نوع برضو من انواع البولينوميال. زي الراشونال فانكشن، الراشونال فانكشن معناها داله في صوره بسط ومقام. راشونال يعني ايه؟ راشونال يعني
بسط ومقام دالة كسرية، زي الترجينومتريك فانكشن دالة مثلثية، زي الاكسبوننشال فانكشن دالة أسية، زي اللوغاريتمك فانكشن دالة لوغاريتمية. يبقى دي الاليمنتري فانكشن او الفانكشنز الاساسيه اللي احنا الموست بوبيولار اللي هنتعامل معاها. طيب تعالى نمسك واحد واحد كده. البولينوميا اللي بياخد الصيغه دهيت يا جماعه، اي ان مضروب في اكس اس ان تو ذا باور ان بلس اي ان ناقص 1 مضروب في اكس تو ذا باور ان ناقص 1، وهكذا بقى لغايه اي اكس لغايه الحد المطلق، تمام؟ والاكس طبعا ريال، والاي ان ده المعامل بتاع اكس اس ان، والاي ان ناقص 1 المعامل بتاع اكس ان ناقص 1. المعامل يعني العدد المضروب في الترم نفسه، وكلمه ترم معناها الحد، يعني ده حد وده حد وده حد، عشان كده بنقول عليها كثيرات حدود، تمام؟ طبعا احنا هنتعامل مع الريال بولينوميال. الريال بولينوميال، طيب اي بولينوميال لها ديجري يا جماعه الدرجه بتاعتها، الدرجه بتاعت البولينوميال هي اعلى اس خدوا الاكس في البولينوميال اللي انت بتتكلم عليها. فالبولينوميال اللي فوق دي كان اعلى اس للاكس هو كام؟ هو ان، عشان كده هي ديجري ان. لذلك انت ممكن تلاقي بولينوميال ديجري 0، ديجري 0 معناها رقم ثابت، رقم ثابت اكس واخده 0. ديجري 1 زي اي اكس بلس سي اعلى اكس واخد 1، تمام؟ طبعا دي لاين وده لاين برضو. يا اما الكوادراتيك الداله التربيعيه ودي واخده السكند ديجري، والفورمه بتاعتها اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي، دي كوادراتيك فانكشن. يا اما كيوب او كيوبيك فانكشن داله تكعيبيه، وهكذا بقى اي اكس اس 3 بلس بي اكس تربيع بلس سي اكس بلس دي، وهكذا بقى. ممكن تبقى اس 4، ممكن تبقى ديجري 5، ممكن وهكذا. يبقى دي البولينوميال فانكشن. طيب النوع الثاني هو الراشونال فانكشن، الداله النسبيه. راشونال فانكشن معناها داله في صوره بسط ومقام، ولازم البسط والمقام، البسط ده هو بولينوميال والمقام راخر بولينوميال، تمام؟ بس بشرط، لازم تحط لي شرط هنا. فاكرين الراشونال نمبرز ايه الشرط؟ كنت بقول لك اي اوفر بي، واي وبي ينتمي للانتجرز، وبي لا يساوي الصفر عشان ما يبقاش في صفر في المقام. لذلك لازم الدومين بتاع الفانكشن ده يكون اكس such that كيو اوف اكس لا يساوي صفر. مين الكيو ديت؟ اللي هي المقام، يعني استبعد اصفار المقام، والا لو ما استبعدتهمش يبقى ديت هيبقى النقط ديت فيها مشكله، لان هتديني صفر لما اجي اعوض في هتديني يعني قيم غير معرفه لما اجي اعوض في الفانكشن، وهتبقى مشكله. طيب اي بولينوميال بالمناسبه تعتبر راشونال فانكشن، ليه؟ لان المقام بتاعها هو نفسها، البسط بتاعها هو نفسها، والمقام بتاعها هو واحد، يعني بولينوميال من درجه زيرو. فاتنين بولينوميال مقسومين على بعض يديني راشونال فانكشن، تمام؟ يبقى اي بولينوميال هي راشونال فانكشن. طيب اديني اكزامبل على اللي انت بتقوله ده. ادي فانكشن اهي، البسط بتاعها اكس سكوير بولينوميال عادي خالص، المقام بتاعها اكس تربيع ماينس 1 بولينوميال برضو عادي خالص. طبعا احنا لو جينا كتبناها في صوره ثانيه، مسكنا المقام ده حللناه لفرق بين مربعين، هتبقى اكس تربيع على اكس ناقص 1 اكس زائد 1. طب احنا حللناه ليه؟ حللناه عشان نشوف الاصفار، اصفار المقام فين، تمام؟ فواضح جدا ان اصفار المقام، المقام بيبقى صفر لما مره اكس تبقى بواحد، ومره لما اكس تبقى بسالب واحد، صح كده؟ لذلك انت لو جيت رسمت الرسمه هتشوف الكيرف بتاع الفانكشن. شايف الكيرف بيعمل ازاي؟ الكيرف اصلا بيهرب منك، ما انتش عارف تمسكه عند السالب واحد وعند الواحد. ليه؟ لان دي قيم غير معرفه بالنسبه للفانكشن دي، وبالتالي احنا بنستبعد القيم دي من الدومين بتاعنا. يبقى الدومين بتاعنا هو ار فرق المجموعة اللي فيها واحد وسالب واحد، خلاص كده مجموعة، عشان أنا هستبعد الواحد وهستبعد السالب واحد بس، أو تقدر تقول سالب إنفينيتي، تمام؟ مفتوحة من سالب إنفينيتي، لأن سالب إنفينيتي ده مش رقم، لغاية السالب واحد برضو مفتوحة من السالب واحد، اتحاد مفتوحة من السالب واحد للواحد. خلي بالك، شوف الرقمين دول
قسموا لك الدومين الدومين او قسموا لك الريال نمبرز لثلاث اجزاء، جزء هو من سالب انفينيتي لسالب واحد، وجزء اللي هو محصور ما بين السالب واحد والواحد، وجزء من الواحد لانفينيتي. هو ماشي معاك اهو، طبعا علشان القلم مش هعرف اكتب كل ده، فانا بقولهم لك ببقى ايه كده. خلاص طيب ماشي. الخطوه اللي بعد ترجينومتري. ترجينومتريك فانكشن معناها الدوال المثلثيه، والدوال المثلثيه ملخص سريع كده عنها. حد سال نفسه سؤال، احنا ليه بنقيس الزاويه بالديجري؟ طبعا الديجري ده حاجه ملهاش اصل، يعني ملهاش اصل. يعني حد سال نفسه سؤال، ليه الزاويه القايمه 90؟ ليه ما بقتش 100؟ ليه ما بقتش 120؟ اشمعنى 90 يعني؟ مش هتلاقي اجابه صريحه لهذا المشوار. تمام؟ ليه؟ لان الديجري حاجه مش اصيله، حاجه كده تراديشنالي بتستخدم في مقياس الانجلز. لكن الحاجه الطبيعيه اللي المفروض الانجلز بتتقاس بيها، ودي اللي بنستخدمها في الكالكولاس، هي الريديان. تمام؟ الريديان. لذلك احنا دايما بنقدر الزوايا بالتقدير الدائري، خصوصا لما هتيجي تشتغل عليها كالكولوس. طيب التقدير الدائري والتقدير الستيني، التقدير الستيني ده اجتهادي، الناس عملوه عشان بس يسهلوا موضوع الريديان. الريديان في التقدير الستيني اللفتين او اللفه الكامله، انا اسف، اللفه الكامله اللي هي 2 باي ريديان تساوي 360 ديجري. وطبعا بقى تقدر تجيب النص لفه تبقى باي تساوي 180، والربع لفه نص باي تساوي 90، والثمن لفه، وهكذا بقى. يعني هنقعد نقسمها بقى. طيب يبقى ده الريديان. الريديان طب جايه منين الريديان؟ جايه الريديان بقى اخترعوها ازاي؟ او ليه الريديان؟ انت عمال تقول لي 360 مالهاش اساس ومالهاش بتاع، اشمعنى الريديان يعني اللي لها اساس؟ قال لك استنى، قال لك استنى، استنى ايه؟ الريديان لها اصل. ايه الاصل؟ الاصل جاي من انك انت لو جيت تحسب المحيط طول القوس، يعني السيركمفيرنس بتاع الدايره، الريديوس بتاعها واحد، نص قطرها واحد، هيطلع معاك 2 باي ولا لا؟ هيطلع 2 باي. اذا هو قال لك ان الزاويه اقدر اجيبها او اللفه الكامله تساوي 2 باي، وعشان يدي لها وحده فقال لك ريديان. خلاص كده 2 باي ريديان. يبقى عرفنا جايه منين؟ جايه من ان اللفه او محيط طول القوس ده اهو بتاع السبيشال سيركل او اليونت سيركل اللي بنسميها، اللي النص قطر بتاعها واحد، طوله 2 باي. تمام؟ ولو انت جيت تطبق في محيط الدايره، ما هو محيط الدايره 2 باي ار، فالارب واحد، فهيطلع 2 باي. ف 2 باي ايه؟ ريديان. وده مقياس الزاويه او طول القوس كله بتاع الدايره. ماشي؟ طيب يبقى 2 باي او اللفه الكامله 360. ال 1 ريديان بقى تحسبه ازاي؟ ال 1 ريديان تقدر تحسبه بانك تقسم 360 على 2 باي. طب اشمعنى بقى كده؟ اشمعنى؟ او عشان لما تحب تحول الزاويه للريديان هتقسم او هتضرب في فاكتور، يا اما 360 على 2 باي او 180 على باي، يا اما باي على 180. طب ازاي؟ امتى؟ ازاي وامتى؟ لو انت عايز الزاويه بالريديان، يبقى الريديان هو اللي هيطير، انت عايز تطيره، يبقى خلي الباي هي اللي تحت، يبقى تضرب في 180 على باي. طب لو انا عايز الزاويه بالديجريز، انت عايز الزاويه بالديجريز، جميل، طالما انت عايز الزاويه بالديجريز يبقى اضرب في باي على 180. تمام كده؟ عشان تبقى الزاويه بتاعتك، انت انا اسف، ال1 ديجري بيساوي، انا اسف اقولها تاني، اقولها تاني بس عشان اللخبطه، انت لو عايز الزاويه بالديجريز بالدرجات يبقى تضرب تقسم على الباي على طول، 180 تضرب في 180 على باي. طب ليه الباي تحت؟ عشان تطير الريديانات، الريديان تطير مع الريديان. طب انت لو عايز الزاويه بالريديان اضرب في باي على 180، اشمعنى؟ عشان تطير الديجريز. خلاص كده؟ يبقى انت الزاويه اصلا عندك بالديجري، وانت عايز تطير الديجري وتخلي الريديان، يبقى هتضرب، بتخلي باي فوق و180 تحت. خلاص كده؟
يبقى ده خلاصة الكلام. والديجريز اهي، الديجريز 0 ديجريز بيساوي 0 راديان، 30 زاوية 30 بتساوي سدس باي، 45 ربع باي، 60 تلت باي، 90 نص باي، وهكذا بقى لغاية 360 تساوي 2 باي. طيب بسرعة كده نفتكر مع بعض الساين والكوزين. الساين والكوزين اللي هما دالة الجيب ودالة الجيب التمام. ساين وكوزين. الساين والكوزين لو تتخيل معايا الرسمة اللي قدامك ده، هي الرسمة ديت هي رسمة اليونت سيركل. رسمة ايه؟ اليونت سيركل. ويعني ايه يونت سيركل؟ يعني الدايرة اللي نص قطرها واحد صحيح. جميل. لو انت جيت رسمتها الدايرة دي لاحظوا فيها حاجة غريبة قوي. أي نقطة على جسم الدايرة أو أي نقطة على محيط الدايرة، الإكس بتاعه هو كوزين سيتا والواي هو ساين سيتا. طب ومين السيتا؟ السيتا هي الزاوية دهي. خلاص كده؟ السيتا هي الزاوية دهي أو الزاوية دهي، يعني مش هتفرق. تمام؟ طيب، معقول؟ يعني الكوزين هو الاكس والساين هو الواي. ايوه بالظبط كده. عشان كده لو انت جيت تطبق فيثاغورس، فيثاغورس مش ده بواحد؟ جميل، ده بواحد. جميل. طيب ما هو ده هو مين؟ هو ده تربيع زائد ده تربيع تحت الجذر، صح ولا لا؟ طب ما هو ده الشويه الشويه اللي على الاكس اكسس دول هما مين؟ هما الكوزين ولا هما الساين؟ هما الكوزين. والشويه اللي على الواي اكسس دول هما الساين. لذلك جه منها القانون بتاع الدايره، دايره الوحده، اللي هو ان ساين تربيع سيتا زائد كوزين تربيع سيتا بيساوي واحد. هلا عمرك سالت نفسك القانون بتاع الدوال المثلثيه ده جه منين؟ جه من دايره الوحده. اهو المثلث ده اهو، ادي السيتا اهي، ادي المقابل بتاعها وادي المجاور بتاعها. طيب مقابل على وتر، خلي بالك. طب اشمعنى دي جت كوزين؟ عشان المقابل اهو، المقابل اهو على الوتر، مقابل على الوتر، مقابل على الوتر بيديني ايه؟ مش بيديني الساين؟ جميل. عشان كده دي بقت ساين. ومجاور على الوتر يديني، مش يديني الكوزين؟ يديني الكوزين. يبقى دي بقت كوزين، لان المجاور ده اهو، المجاور ده اهو لما تقسمه على الوتر هيدي لك الكوزين. طب ما هو الوتر بواحد، يبقى اكيد ده هو دي كوزين، يبقى ديت كوزين. طب والمقابل، المقابل اهو لما تقسمه على واحد، المقابل على الوتر اصلا بيدي لك ساين. فاذا كان المقابل ده هيتقسم على واحد يبقى ده اساسا ساين، عشان يدي لك في الاخر ساين السيتا. خلاص كده؟ يبقى لاحظوا ان دايره الوحده بالمنظر ده. تمام؟ فجت منها الساين والكوزين. طيب خلي بالك بقى، الساين والكوزين، الكوزين بتبقى على الاكس اكسس والساين مكان الواي اكسس. لاحظ ان الساين والكوزين لهم خصائص. اول خاصيه البريودستي، بريودستي معناها ان كل بريود بتقوم الداله مكرره نفسها، بمعنى الساين سيتا كل لفه بترجع لنفس اصلها. الساين كل ما تلف لفه ترجع لنفس اصلها. ازاي يعني؟ لو جيت شفت رسمه الساين هتلاقيها بدا من صفر، ساين صفر بصفر. تمام؟ وبعدين توصل لقمتها عند 90، ساين 90 بواحد. وبعدين ترجع للصفر تاني عند ال 180. وبعدين تقلب تبقى بسالب واحد عند النقطه ده اهي اللي هي دي 180، حط عليها كمان 90. تمام؟ 180 و90 اللي هي 310 تقريبا. تمام؟ وبعدين ترجع تبقى صفر تاني عند مين؟ عند 2 باي. شوف يعني ساين صفر تساوي ساين 2 باي. ده معناها ايه؟ معناها ان الداله قررت نفسها او عادت نفسها، فبتعيد نفسها كل لفه، كل لفه، لفه كامله كل 2 باي. كذلك الكوزين، الكوزين برضو بتعيد نفسها. الكوزين بتبدا من هو يا جماعه، بتبدا كوزين صفر بواحد، وبعدين تنزل تاخد صفر عند 90، وبعدين تنزل تاخد سالب عند في المكان ده هو اللي هو ال 180، وبعدين تطلع تاني تاخد 270، وبعدين تاخد اهو انا اسف بترجع
الكوزاين بترجع بتاخد، انا اسف ما بتنزلش تاني هنا، تطلع تاني كده تاخد واحد عند مين؟ عند 360 اللي هي 2 باي. اذا كوزاين صفر هي نفسها كوزاين 2 باي. حلو الكلام؟ فده معناها ايه؟ ان كوزاين الاخرى بتكرر نفسها كل 2 باي. كوزاين سيتا بتساوي كوزاين سيتا بلس 2 باي. طيب الحاجة اللي بعد كده، تخيل بقى، تخيل الساين دالة زوجية، دالة فردية، في حين ان الكوزاين دالة زوجية. تخيل ازاي الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده، لو انت جيت تجيب ساين اي زاوية، ساين 90 مثلا، وهات ساين سالب 90، ايه اللي هيحصل؟ هتجيب نفس الناتج بس مضروب في سالب. ده ليه؟ لان الساين دالة فردية. ولو انت جيت ترسمها اهي، الرسمة اهي، مش الساين بتطلع كده؟ طيب النص التاني بتاعها بيكمل كده، ها، متماثلة حوالين البتاع ده الاوريجين ولا لا؟ في حين ان الكوزاين اهي بتنزل كده صح، والنص التاني بتاعها بيكمل كده. ايه رأيك؟ بتاع ده متماثلة حوالين الواي اكسس ولا لا؟ كذلك برضه تقدر تقول كوزاين 30 هي نفسها كوزاين سالب 30. انت متخيل؟ عشان كده الايفن والاود، مين الايفن ومين الاود؟ الساين اود لكن الكوزاين ايفن، ماشي؟ الساين داله فرديه لكن الكوزاين داله زوجيه. طيب برضه في خصائص تانية بقى، الساين بتقلب للكوزاين، ليه بقى؟ لأن أنت لو عملت شيفت للكيرف، يعني أنت لو جيت تبص كده، أدي الكوزاين بادئة من هنا كده، صح؟ وأدي الساين بادئة من هنا كده. لو أنت شديت الكيرف بتاع الكوزاين، أخرته شوية، شفته شوية، هينطبق على مين؟ على الكيرف بتاع الساين. تمام؟ يبقى الفرق ما بينهم فيزا، ماشي؟ عشان كده الساين سيتا لما تجمع عليها نص باي، نص باي اللي هي 90 درجة، تمام، هتتحول لكوزاين. ليه؟ لأن الشفت اللي الكوزاين سابقة بيه أنت كده عوضته. أنت معايا؟ فبقى الكيرفين منطبقين على بعض. كذلك كوزاين سيتا بلس نص باي دي لي سالب ساين. إشمعنى؟ لأنك أنت الشفت اللي أنت كده اخرت، لما خليت الكوزاين جمعت عليها نص، ده معناه انك عملت ايه؟ خليت الكيرف يلحق الساين، فالساين كده اتاخرت، عشان كده سالب ساين. ماشي؟ جميل. طبعا برضو نفس الكلام، لما نيجي نجمع بقى نص لفه، تلاقي الساين غيرت اشارتها. غيرت اشارتها ليه؟ لان الساين ماشيه كده، صح؟ اما تدي لها نص لفه، نص لفه، ده معناها ان القيمه دي اتقلبت، جاتنا اهو نص لفه 90 بس، ماشي؟ لكن لما تديها لفه كامله، اللي يحصل القيمه دي تبص لها جاتنا اهو هي نفسها. حلو كده. كذلك الكوزاين قيمتها بتنعكس لو زودت نص لفه. طبعا دي كلها قوانين الدوال المثلثيه، احنا بس جاست بنفسر هي ليه بتطلع كده، عشان الناس بس تبقى فاهمه معانا. وطبعا كل ده كلام مراجعه، يعني المفروض ان انا براجع على ما سبق دراسته. طيب خلينا نقول تاني، خلينا نقول تاني التان بقى، هل ما فيش الا الساين والكوزاين؟ لا، ده في التان، والتان دي جايه من كلمه تانجنت، المماس يعني، ماشي؟ داله التان هي عباره عن داله او نسبه ما بين الساين والكوزاين، لذلك التان هي ساين على كوزاين. وبنقول واي على اكس. واي على اكس ليه؟ بنفترض ان المقابل على المجاور، بنفترض ان المقابل للزاويه هو ادي الزاويه اهي، الزاويه بتاعتي اهي، المقابل ده هو واي والمجاور ده هو اكس، تمام؟ يبقى واي على اكس هو مقابل على مجاور، يبقى يديني مين؟ يديني الساين، يديني التان. ساين على كوزين تديني تان. طيب افترض ان انا خدت الساين بس وقلبتها، خليت واحد على واي، يعني يديني حاجه اسمها الكوسك او الكسك، بنختصرها الكسك، ماشي؟
ماشي. طيب الكسك اللي هي الايه، زي حاجه زي القاتا كده، ماشي، اللي هي القاتا، تمام. طب وبعدين، بعدين في السك، السك اللي هو ايه، مقلوب الكوزاين، يبقى مقلوب الساين هو كسك القاتا، لكن مقلوب الكوزاين هو السك، ماشي، اللي هو السكنت. وكلمه سكنت معناها المماس، ماشي، القاطع. كلمه سكنت معناها القاطع، لكن تانجنت معناها المماس. خلاص كده، يبقى تانجنت معناها مماس، سكنت معناها القاطع، ماشي، وكو سكنت معناها قاطع التمام. طيب في بقى عكس التان او مقلوب التان هو الكوتان او الكوتانجنت. كوتانجنت بدل ما كنت بقول واي على اكس او ساين على كوزاين، هي كوزاين على ساين. يبقى انت كده ساين وكوزاين والاربعه دول ست دوال مثلثيه اساسيه، ماشي، دول الست دوال المثلثيه الاساسيه. تقدر تجيب النسب المثلثيه من المثلث القائم الزاويه برضو، سي ان دي الثيتا، دي الزاويه اللي انت هتعمل عليها، وده ده الهيبوتينيوس اللي هو الوتر، وده الادجيسنت، الادجيسنت اللي هو المجاور، وده الاوبزيت سايد اللي هو المقابل. يبقى النسب بالمنظر ده ساين هي الاوبزيت على الهيبوتينيوس، والكوزاين هي الادجيسنت على الهيبوتينيوس، والتان هي الاوبزيت على الادجيسنت، وهكذا بقى المقلوبات بتاعتهم تجيب منها الكيسك والسك والكوت والكلام ده كله. طيب الاليمنتري فانكشن دي قوانين الدوال المثلثيه العاديه، يعني قانون اليونت سيركت اللي احنا لسه شارحينه في السلايد اللي قبل كده، انت عرفت هو جه ازاي، اللي هو دايما يقول لك الساين تربيع زائد الكوزين تربيع، جا تربيع زائد جاتا تربيع سيتا يساوي واحد. جت منين؟ جت من اليونت سيركت. طيب القانون ده باشكاله بقى، دول ثلاث اشكال مختلفين، يعني الشكل ده مثلا جه لما قسمنا على مين؟ على كوزين. اقسم على كوزين تربيع كده، لما تقسم على كوزين تربيع يبقى ده بواحد، وساين تربيع على كوزين تربيع بتديني تان تربيع، وواحد على كوزين تربيع يديني سك سكوير. خلاص كده، يبقى ده نفس الشكل بس قسمنا على كوزين تربيع، وبرضه ده نفس الشكل بس قسمنا على ساين تربيع. اللي يعرفك انك قسمت على ساين تربيع ليه؟ ان الترم الاولاني دي بقى واحد، بقى واحد عشان انت قسمت عليه. حلو كده؟ طيب لما اقسم كوزين تربيع على ساين تربيع تديني كوتان تربيع، تمام كده؟ ولما تقسم واحد على كوزين تربيع يدي لك الكيسك تربيع اللي هو مقلوب الكوزين. يبقى الثلاث اشكال هم نفس اليونت سيركل او اليونت سيركل ريليشن، ماشي. طيب البريوديسيتي اللي هي الدوريه، ان الساين والكوزين بيكرروا نفسهم لما تجمع 2 باي، عندك بقى التان بتكرر نفسها لما تجمع باي واحده، ماشي. الايفن والاود، احنا عرفنا ان الساين اود والكوزين ايفن، التان برضو اود، ماشي. القوانين بقى التانيه اللي هي ايه، علاقة الساين والكوزين، الساين امتى بتقلب اشارتها؟ لما بجمع باي. الكوزين برضو بتقلب اشارتها لما بجمع باي. الساين بتتحول لكوزين لما بجمع عليها نص باي. الكوزين بتتحول لسالب ساين لما بجمع نص باي. برضو كل دي قوانين. دبل الانجل، دبل الانجل بمعنى الساين 2 في الزاويه، ساين 2 ثيتا بتساوي 2 ساين ثيتا كوزين ثيتا، وكوزين 2 ثيتا بتساوي كوزين تربيع ثيتا ماينس ساين سكوير ثيتا بتساوي 2 كوزين ثيتا، تمام، ماينس 1، 2 كوزين ثيتا ماينس 1 اللي هي برضو بتساوي 1 ماينس 2 ساين سكوير ثيتا. يبقى شوف دي دبل الانجل، دبل الانجل اللي هي ايه، الساين 2 ثيتا هي 2 ساين ثيتا كوزين ثيتا. طيب كوزين 2 ثيتا بتساوي الكلام ده اهو، لو كوزين تربيع ناقص ساين تربيع اللي هي بتساوي 2 كوزين تربيع ناقص 1 اللي هي بتساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع، ماشي. طيب كل دي قوانين المفروض انت تبقى واخد بالك منها عشان هنستخدمها في حل المسائل، وطبعا المفروض ان القوانين دي انت اخدتها قبل كده في اكتر من مكان. طيب تعالى بقى ناكد على الجراف بتاع الفانكشن، الجراف بتاع الفانكشن، الجراف بتاع الفانكشن عامل ازاي. اول حاجه الساين ماشيه كده بالمنظر ده كده، انت شايفه، وبدات من صفر، خدت قيمتها عند 90، نزلت على الارض تاني عند الصفر عند 180، نزلت سالب عند 3 باي على 2، وبعدين رجعت لنفس قيمتها الاولانيه عند 2 باي.
طيب، طب والكوزين نفس القضيه بس سبق الساين بفيزا، فيزا يعني نص نص باي على 2 يعني. سبقها ليه؟ لان بص كده انت تقدر تقول متاخره عنها مش سابقها. الساين بصفر، الكوزين تبقى بواحد، فالكيرف بتاعها ماشي كده. فاهم قصدي؟ ماشي كده، ياخد قيمته كده. ماشي؟ اهو شوف، ففي واحدة فيهم متأخرة عن التانية، ماشي؟ طيب، ده بالنسبة للساين والكوزين. طيب، ما أنتش ملاحظ حاجة؟ إن القمة دايماً بتاعت الساين والقاع بتاع الساين وكذلك الكوزين هو واحد وسالب واحد. يعني دايماً الساين محصورة ما بين سالب واحد وواحد، عمرها ما تطلع عن الباوندز دي. ماشي؟ كذلك نفس القضية، بص التان بقى، التان شايف التان؟ إيه اللي بيحصل في التان؟ خلي بالك معايا في التان، عشان التان دي فيها قصة عايز اشرحها. شايف التان؟ الكيرف بتاعها عامل ازاي؟ التان عاملة كده. اهي كده المنظر ده. طب ليه الكيرف بتاع التان بيهرب مني كده؟ بيهرب عند نقط معينة. اقول لك بقى يا سيدي. التان هي ساين على كوزين، صح ولا لا؟ مش التان ساين على كوزين؟ فتش شوف الكوزين بتاخد صفر امتى؟ الكوزين بتاخد صفر عند باي على 2، شايف الكيرف؟ الكيرف هربان منك او عند باي على 2. عند سالب باي على 2 برضه بتاخد صفر. شوف اللي عند اصفار المقام، تبص تلاقي كيرف التان بيهرب منك. ليه؟ لان المقام بصفر، فهو الفانكشن غير معرفه في الاجزاء دي. شوف الكوتان بقى، بص الكوتان رسمه التان بس بالعكس. جميل. شوف بقى بتهرب فين؟ بتهرب فين؟ بتهرب عند الصفر. ليه؟ لان الكوتان كوزين على ساين، فامتى الساين تبقى بصفر؟ عند الصفر، عشان كده هربان اهو، واحد طالع فوق والتاني نازل تحت. برضو الكيرف بيهرب عند باي وبيهرب عند سالب باي، عشان ايه؟ لان الساين عند الباي وعند السالب باي بصفر، خلاص كده؟ طيب، نفس الكلام اهو في رسمة الكسك والسك، الكسك والسك. لاحظ الرسمة الخضراء دي او الزرقاء دي، دي الساين. فالكسك واحد على ساين. شوف بقى، اول ما الساين بتساوي صفر الكيرف بيهرب اهو، بيهرب منك اهو. اهو برضه الساين بتساوي صفر هنا، فالكيرف جزء منه بيطلع فوق وجزء منه بيطلع تحت، لانه الحته دي غير معرفه بالنسبه له. كذلك السك هي مقلوب الكوزين، الرسمه الخضراء دي هي الكوزين. شوف كده اللي حصل، عند الصفر الكوزين تاخد صفر، الكيرف بيهرب منك اهو، وهكذا. يبقى لازم الرسمه دي تتطبع في دماغك عشان تبقى فاهم الدوال المثلثيه. طيب هنتنقل على جزئية الكومباينيشن اوف فانكشنز. الكومباينيشن اوف فانكشنز يعني ايه؟ فانكشن كومباينيشن، فانكشن كومباينيشن معناها ان انا ادمج اتنين فانكشن او اكومباين اتنين فانكشن مع بعض. وكلمة كومباين معناها انك تدمج التأثيرين مع بعض. يعني ايه التأثيرين؟ يعني فور اكزامبل، بص كده الكومباينيشن بيجي على انواع عدة. ان انا اد اتنين فانكشن مع بعض، فده اديشن، فالاديشن نوع من انواع الكومباينيشن. يعني اف اوف اكس زائد جي اوف اكس تديني كومبايند فانكشن جديد اسمها اف بلس جي اوف اكس. ليه؟ لان انا جمعت. طيب دي ببساطه شكل ما تكون ايه؟ شكل ما تكون اكس تربيع زائد اكس، ده كومباينيشن. ليه؟ لان اكس دي لوحدها اقدر اعتبرها داله، واكس تربيع دي لوحدها اقدر اعتبرها داله. الداله المكونه من مجموع الدالتين هي الكومبايند فانكشن. يبقى الكومباينيشن ممكن يجي في صوره جمع، ممكن يجي في صوره طرح، ممكن يجي في صوره ضرب، ممكن يجي في صوره قسمه، ممكن يجي في صوره مقلوب ريسبروكل. صوره قسمه يعني كوشن، تمام؟ ريسبروكل، او ممكن يجي بالضرب فاكتور، انك تضرب الداله فاكتور زي اكس تربيع و5 اكس تربيع. ايه الفرق؟ يعني ضربنا في فاكتور. ماشي؟ يبقى دي الاشكال المختلفه لمين؟ للكومباينيشن. الكومباينيشن اللي بالجمع بتقول اف بلس جي اوف اكس، الداله الجديده اللي هي كومبايند، اف ماينس جي اوف اكس، اف جي اوف اكس، اف اوفر جي اوف اكس، ده لما تيجي تجيب الاسم. 1 اوفر جي ده الريسبروكل، الفا اف ده معناها ان الداله مضروبه في الفا. او ممكن كمان انك تعمل لينير كومباينيشن ما بين الدالتين، لينير كومباينيشن. يعني ايه لينير كومباينيشن؟
يعني بالظبط كده زي ما اقول اضرب الداله الاولى في رقم واضرب الداله الثانيه في رقم واجمع الحاصلين على بعض. فهنا الداله الاولى انضربت في الفا والداله الثانيه انضربت في بيتا وجمعت الحاصلين عن بعض مع بعض، كده كاني عملت لينير كومباينيشن ما بينهم. طيب ادينا اكزامبل، اكزامبل اهو، سي ان انا عندي داله اهي اف اوف اكس بتساوي الجذر التربيعي اكس بلس 3 اند الجي اوف اكس بتساوي الجذر التربيعي 5 ناقص اكس ناقص 2 بره الجذر، ناقص 2 هي بره الجذر. طيب الثلاث مطاليب دول بقى خلي بالك معايا، جيفن ذا دومين اوف اف اوف جي، جيف اديني الدومين بتاع الاف اوف جي، هات الدومين. اثنين ديتيرمن ذا دومين اوف اف بلس جي اند سبيسيفاي اف بلس جي، يعني هو عايزك الاول تجيب الدومين بتاع دي والدومين بتاع دي، ثانيا تجيب الدومين بتاع الداله الجديده الكومبايند فانكشن اللي هي اف بلس جي، تجيب الدومين بتاعها الاول وبعدين تعمل لها سبيسيفاي، سبيسيفاي يعني تحددها تجيبها يعني هي، وكمان تجيب الكومباينيشن اف اوفر جي، تمام، تجيب الدومين بتاع الاف اوفر جي وتجيب كمان الاف اوفر جي نفسها. تعال الاول ناخد خطوه خطوه كده، نجيب الدومين بتاع اكس بلس جذر اكس بلس 3 اللي هو الاف والجي الاول. طيب الدومين، احنا قلنا الدومين والمشاكل بتاعته. ايه الدومين يا جماعه؟ انت بتفترض ان اي فانكشن واخد الدومين ار الى ان يثبت غير ذلك. ايه اللي في ار يزعل الفانكشن دي؟ يعني ايه يزعلها؟ يزعلها يعمل لها مشكله. ان تحت الجذر ياخد رقم سالب، لان في الحاله دي هتبقى دخلنا بقى في عادات تخيليه. طب امتى ده ياخد رقم سالب؟ يبقى انت ما اعرفش بقى، تاخد الاكس زائد 3 وتحله كمتباينه، تقول لازم يبقى اكبر او يعني بالميت يساوي صفر. كده انا حليته كمتباينه. لما تحله كمتباينه تبقى انت كده عرفت الاكس ظروفها ايه. تمام؟ فهو راجل بيقول لك اهو، ده معناها ان جذر اكس زائد 3 لازم اكس بلس 3 تبقى اكبر من او يساوي صفر زي ما انا خدتها كده، ومنها اكس ينتمي لسالب 3 وانفينيتي، لان اكس ببساطه كده هيبقى لازم يكون اكبر من سالب 3. حلو كده؟ يبقى الدومين بتاع الداله الاولى ان اكس يبقى اكبر من سالب 3. طيب الداله الثانيه، الداله الثانيه لازم 5 ناقص 2 تحت الجذر، اول حاجه 5 ناقص 2 تبقى اكبر من الصفر، لانها لو بقت اقل من الصفر هيديني رقم سالب تحت الجذر، ومنها اكس اقل من 5 او يساويها. طيب قاطع بقى الفترتين مع بعض، بص كده لو رسمت خط الاعداد، انت قلت لي هنا اكس مالها اكبر من سالب 3، يعني اكس سالب 3 اهي، وادي اكس اهي كده، اكس عايشه في المكان ده، واكس هنا اقل من 5، ده معناها ايه؟ لو قطعت الاثنين مع بعض، لو قطعت الاثنين مع بعض عشان يبقى الكومباينيشن بتاع الاثنين فانكشن دول، يبقى الدومين بتاعي هو سالب 3 والفتره 5 والفتره مغلقه مغلقه من الناحيتين. خلاص كده، لان السالب 3 معانا والخمسه معانا. خلاص كده. طيب الخطوه اللي بعد كده، يبقى انا قطعت الاثنين دومين، قطعتهم، جبت التقاطع ما بين الاثنين دومين، حصلت على الفتره ده، ماشي. خلاص كده، يبقى الداله الجديده اللي هي اف بلس جي الدومين بتاعها المفروض يبقى ايه؟ سالب 3 و5. طب تعالى بقى نجيب الداله نفسها، الداله نفسها تيجي ازاي؟ الداله نفسها تيجي ازاي؟ ببساطه شديده جدا عشان اجيب الداله نفسها، خد الدالتين واجمعهم. مش هنعمل حاجه جديده يعني. هتقوم واخد الدالتين وجمعهم، هي الداله الاولى اهي اكس زائد 3 زائد جذر اكس ناقص 5 ناقص 2، كده يبقى انت خدت الدالتين وجمعتهم، ماشي، يبقى انا كده جبت الدومين. طيب اف اوفر جي الدومين بتاعها عامل ازاي؟ المفروض ان اف اوفر جي تاخد نفس الدومين ده اللي هو سالب 3 و5. بس خلي بالك في شرط هنا، ايه هو؟ انك لازم تستبعد اصفار المقام. لو افترض ان الدومين ده فيه ارقام تخلي الجي بصفر، يبقى انت كده عملت مشكله، يبقى لازم تضمن ان الجي نفسها ما تساويش صفر. طب الجي امتى تساوي صفر؟ لو نتيجه الجذر ده، نتيجه الجذر دي بقت 2، طب نتيجه الجذر دي تبقى 2 امتى؟
لو تحت الجذر ب4. طب تحت الجذر ب4 امتى؟ لو اكس بقت بتساوي 1، لان هيبقى 5 ناقص 1، فال4 تحت الجذر يبقى 2. يبقى لازم استبعد الواحد من الدومين ده اهو اللي هو سالب 5 و3. طب استبعد الواحد ازاي؟ اقول كده اكس ينتمي للفتره سالب 5 و3، فرق الواحد، فرق المجموعه واحد، او ان انا اقسم الفتره جزئين، لان ادي السالب 3 وادي الخمسه وادي الواحد. انا عايز اطلع الواحد بره، يبقى الفتره المغلقه من ناحيه السالب 3 المفتوحه من ناحيه الواحد اتحاد الفتره المفتوحه من ناحيه الواحد ومغلقه من ناحيه الخمسه. خلاص كده، يبقى انا كده استخلصت او استخرجت او استبعدت الواحد من الموضوع. طب ليش اشمعنى الواحد؟ عشان هو ده صفر، هيخلي لي الجي بصفر والجي في المقام. طب اجيب الفانكشن نفسها بقى ازاي؟ الفانكشن نفسها تيجي ازاي؟ اللي هي اف اوفر جي، اجيبها ازاي؟ ببساطه خد الاثنين فانكشن واقسمهم على بعض. يعني مش هنعمل حاجه جديده، خد الاثنين فانكشن واقسمهم على بعض هتجيب الناتج. خلاص كده؟ طيب ده بالنسبه للكومباينيشن. طيب تعال بقى نشوف الفيرتيكال والهوريزونتال شيفت، فيرتيكال شيفت والهوريزونتال شيفت والاسترتش اللي بيحصل للكيرف. طبعا كلمه فيرتيكال وهوريزونتال معناها ان الكيرف بيتحرك لفوق او لتحت او شمال او يمين. فسي ان انا عندي كيرف الفانكشن اهو واي بيساوي اف اوف اكس اللي هو بالاسود ده الكيرف. بص بقى معايا، خلينا الاول نركز على تحريك الكيرف لفوق وتحت. عشان تحرك الكيرف لفوق يبقى اجمع عليه سي، اجمع على الفانكشن نفسها سي. طب وعشان تحركها لتحت اطرح منها سي، وسي لازم تبقى موجبه، ماشي؟ يبقى عشان اطلع الفانكشن فوق او اعمل لها شيفت لفوق اجمع على الفانكشن كلها رقم موجب. طب عايز تنزلها لتحت اطرح منها رقم موجب. طيب الشيفت بقى يمين وشمال. لو انت عايز تشفت الكيرف ناحيه ايدك اليمين، ناحيه ايدك اليمين يعني الناحيه دي كده كده، يبقى اطرح كميه موجبه من الاكس. يبقى هات لي اف اوف اكس ناقص سي. انت واخد بالك ايه اللي حصل؟ انا الطرح من الاكس نفسه مش من الاف اكس، ماشي؟ طب لو انت عايز تحركها الناحيه دي يبقى اجمع كميه موجبه على مين؟ على الاكس. خلاص كده، ده اسمه فيرتيكال اند هوريزونتال شيفت، لان انا قدرت احرك الكيرف لفوق او انزله لتحت او اوديه يمين واجيبه شمال. طيب في حاجه كمان بقى اسمها الكيرف ستريتشنج. كيرف ستريتشنج اللي هو المط، انك تمط الكيرف. تمطه ازاي؟ تخيل الكيرف بطبيعته كده هو، معناه ان الكيرف مضروب في واحد، يعني الفانكشن نفسها مضروبه في واحد. لو ضربت في رقم اقل من الواحد فانت بتموته، شايف؟ بتموت الحته دي كده، شوف، بتبططه او كده انت عملت له ستريتشنج، تمام؟ طب لو ضربته في قيمه اكبر من الواحد، لا انت كده بتقويه، بتقومه اكتر، فاهم؟ فانت كده بتعمل له ايه؟ بتعمل له ستريتش. فانا ممكن امطه اشده، اعمل له شد او اعمل له ضغط، تمام؟ الشد معناها اضرب في رقم اكبر من الواحد، والضغط اضرب في رقم اقل من الواحد، يعني نص، ربع، خمس، ثمن، واحد على سي يعني. وطبعا تسيبه زي ما هو معناه انك بتضرب في واحد، ده اسمه كيرف ستريتشنج. طيب فاضل لي بقى نقطه الكومبوزيشن. الكومبوزيشن او الفانكشن كومبوزيشن، يعني ايه فانكشن كومبوزيشن؟ فانكشن كومبوزيشن معناها تركيب الداله، تركب دالتين مع بعض. اركبهم ازاي؟ هقول لك انا، هناخد اكزامبل بسيط قوي. لو انا رايح مشوار، رايح اسكندريه مثلا او رايح القاهره، طيب انا فين؟ انا مثلا في المجمع الكليات ورايح القاهره. طيب لو انا طلعت من المجمع لقيت عربيه بتحمل القاهره وركبت رحت فيها على طول، فانا اهو دي المنوفيه او مجمع الكليات، رحت على طول منها للقاهره. خلاص كده، دي هنعتبرها فانكشن. طب افترض انا ما لقيتش، يبقى هضطر اروح في منطقه وسيطه، الموقف مثلا او كده. يبقى انا هاخد من قدام مجمع الكليات العربيه الخضراء اللي هتوديني الموقف، وبعدين هركب القاهره
منين؟ من الموقف عشان نروح القاهرة. انت كده عملت نفس الوظيفة، انت رحت لنفس المكان، بس المرة دي خدت فانكشن اسمها اف وبعدين فانكشن اسمها جي، لكن هنا انا اف دمجتها في الجي، عملت اف سيركل جي، عملت كومبوزيشن. كومبوزيشن بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ركبت الاتنين فانكشن في بعض، فحصلت او رحت في المكان اللي انا عايزه مرة واحدة على طول بدون عناء. فتعالى بقى نشوف الكومبوزيشن. الكومبوزيشن بتقرأ كده اف سيركل جي، اف سيركل جي، بس كده. اول ما تلاقي اف في الاول وجي في الاخر تبقى ده معناها اف اوف جي اوف اكس. يعني ايه؟ يعني طبق الجي الاول على الاكس هتدي لك جي اوف اكس، وبعدين عوض بالناتج اللي انت جبته في الاف عشان تجيب الاف سيركل جي. خلاص كده؟ يبقى اف سيركل جي مين الاول ومين الثاني؟ الثاني اهو، يبقى تعوض بيه الاول. كذلك جي سيركل اف مين الثاني؟ الاف، يبقى الاف تتعوض بيها الاول. لما بعوض بالاف الاول او عوض بالاكس في الاف الاول هتديني اف اوف اكس. خد الناتج بقى وعوض بيه في جي، يبقى انت كده جي اوفر اف هي جي اوف اف اوف اكس، لكن اف اوفر جي هي اف اوف جي اوف اكس. ركز، الله يكرمك. يبقى بنشوف مين السيركل الاول ومين الثاني، الثاني هو اللي بيتنفذ الاول وعوض بيه في مين؟ في الاول. خلاص كده؟ طيب الرسمه اللي انا رسمتها متلخصه ببساطه اهي، في المكان ده اهو، هو بيقول لك اهو ادي الاكس قاعده في المكان ده اهو، تمام. لو اثرت عليها بفانكشن جي هتجيبني في المكان ده اهو، كده انا عملت جي اوف اكس، جميل. طيب ولو في فانكشن تانية اسمها اف خدت الجي اوف اكس دي طبقت عليها الفانكشن هتبقى عملت اف اوف جي اوف اكس. طب ما انا ممكن بدل ما اعمل العمليه دي على جزئيتين، انا ممكن اعمل حركه واحده تنقل الاكس من اهو لهنا اهو، اللي هي ان اعمل اف سيركل جي. خلاص، ده ملخص الكومبوزيشن. طيب الكومبوزيشن بقى الدومين بتاع الكومبوزد فانكشن الجديده، الكومبوزد فانكشن الجديده لها دومين، الدومين بتاعها هو مين؟ الدومين بتاعها اول حاجه لازم أن يبقى دومين جي، ماشي. ساتش جزات جي اوف اكس ينتمي لدومين اف، يعني ايه؟ يعني لازم الاكس الاف يكون الدومين بتاعها اللي هو جي، يعني النقطه الجي اوف اكس دي تكون ينفع يتعوض بها في الاف، ماشي. كذلك الاكس لازم يكون ينفع يبقى من الدومين بتاع جي، فاهم قصدي؟ يعني جي بتاخد ارقام، لازم المكان اللي اكس قاعد فيه ده يكون من ضمن الارقام دي او من ضمن الدومين ده. خلاص. طيب تعالى اديني اكزامبل، اكزامبل بسيط جدا وهتحبه وسهل جدا. تعالى نشوف سي ان انا عندي جي هي اكس تربيع واف هي اكس زائد 3، او جيت اف سيركل جي، اف سيركل جي او اف اوفر جي. عشان اجيب الاف اوفر جي او وكمان عايز الجي اوفر اف، ماشي. عشان نحلها هنا هنجيب دي ازاي؟ اول حاجه خد الجي، مش الجي رقم 2، خد الجي طبق عليها، يعني هات لي الجي اوف اكس. فالجي اوف اكس فين الجي؟ الجي اهي، جي اوف اكس معناها اكس تربيع، صح؟ جميل. طيب هات بقى الاف طبق عليها الجي اوف اكس، يبقى القانون على طول اف اوفر جي بيساوي اوف اكس. هو ايه بقى اف اوفر جي اوف اكس؟ امسك الجي طبق عليها الاول جي اوف اكس، وبعدين احسب لها الاف، يعني اف اوف جي اوف اكس. خلاص. طب ما انا لما طبقت على الجي جبت اكس تربيع، خد الاكس تربيع وعوض بيه في الاف، ده معناه ايه؟ هشيل اي اكس تقابلني واحط اكس تربيع، اذا الناتج هو اكس تربيع زائد 3. شفت ايه اللي حصل؟ يبقى الفكره انا بشوف انا عايز اعمل مين اوفر مين، والتاني يتطبق الاول وبعدين الاول يتطبق على الناتج. خلاص كده؟ كذلك جي اوفر اف، جي اوفر اف اجيبها ازاي؟ مين التاني؟ الاف، يبقى دي بتساوي خد الاكس طبق الاكس الاف طبق عليها، يعني هات اف اوف اكس والناتج كله طبق عليه جي،
يعني جي اوف اف اوف اكس، خلاص كده. طيب لو انت طبقت الاكس الاف على الاكس هتجيب الداله ده اهي اللي هي اكس زائد 3، هتاخدها تعوض بيها في مين؟ في الجي، صح كده؟ طيب الجي بتعمل ايه؟ الجي بتربع، الجي بتربع، يبقى كأن الناتج هو اكس زائد 3 الكل تربيع. الله، ايه بقى العبره او ايه العظه او ايه الفكره؟ الفكره ان اكس كانت بتجمع 3 لكن جي بتربع، لما جينا نحسب اف اوفر جي جمعنا ربعنا الاكس الاول وبعدين جمعنا 3، في حين لما جينا نحسب جي اوفر اف عملنا ايه؟ جمعنا 3 الاول وبعدين ربعنا الكل. شفت بقى الفكره في ترتيب التنفيذ؟ خلاص كده، يبقى الفكره في ترتيب التنفيذ، والناتج اهو بص كده، ادي الناتج اللي انا حليته بالقلم، انا بحاول احل بالقلم عشان يعني الرياضه بتبقى اسهل واحسن خطوه بخطوه. تمام، اهو الناتج اهو، انا طبقت الجي الاول، طبيعي ان انا هربع الاول وبعدين اجمع 3، لكن هنا طبقت الاف الاول، طبيعي ان انا هجمع 3 الاول وبعدين هربع. تمام، الخطوه اللي بعدها اكزامبل تاني اهو، شوف الموضوع سهل جدا. اكزامبل تاني اهو، بص بقى، اف بتساوي اكس تربيع ناقص 1 وجي بتساوي جذر 3 ناقص اكس، اوجد اف اوفر جي وجي اوفر اف. طيب الموضوع بقى سهل جدا، اف اوفر جي معناها اطبق مين الاول؟ ها، اطبق مين؟ اف اوفر جي، يبقى هتاخد الجي تنفذ عليها الاول وبعدين تاخد الليله دي كلها تحطها جوه مين؟ جوه اف، ده اسمه اف سيركل جي، صح؟ طيب لما اخد كده يبقى هاخد جذر 3 ناقص اكس اللي هو جي اوف اكس، اعوض بيه في مين؟ في الاف. طيب انت لما تعوض بالكلام ده في الاف معناها ان جذر 3 ناقص اكس الكل تربيع، لان اف بتربع اللي يدخل له، ناقص 1، ده معناها 3 ناقص اكس ناقص 1 يعني 2 ناقص اكس، 2 ناقص اكس، يبقى ده الداله الاولانيه، خلاص كده 2 ناقص اكس. طب والداله الثانيه؟ هاخد الاف اطبقها الاول، اف تطبقها الاول تدي لك ايه؟ اكس تربيع ناقص 1، حطها جوه مين؟ حطها جوه جي. طب الجي بتعمل ايه؟ بتاخد الجذر ل 3 ناقص اكس، يبقى جذر 3 ناقص الاكس بتاعها هو مين؟ هو اكس تربيع ناقص 1 جوه القوس، لازم تكتب القوس كده. صفيها بقى هتطلع لك نفس الكلام، ماشي؟ طيب هنمسح ونشوف النواتج بتاعتنا عامله ازاي، او القصه دي عامله ازاي. اهي بص كده، اهي عمل نفس ما انا قلت لك اهو، عمل ايه؟ 2 ناقص اكس ده الاولاني زي ما انا طلعتها في الشرح، والتاني 3 ناقص افتح قوس اكس تربيع ناقص 1 فيها 4، في حاجه غلط انا عملتها، هي ايه؟ هي الناقص هتخش تتوزع على الناقص تبقى موجب، يبقى 4 ناقص اكس تربيع، خلاص كده؟ تمام التمام. طيب هو احنا ممكن نكمبوز 3 فانكشن؟ في يعني في كده، في ان انا كومبوزيشن 3 فانكشن؟ اف وجي واتش ممكن اعمل لهم كومبوزيشن. في الحاله دي هتنفذ مين الاول؟ اللي جوه ده هي هتتنفذ الاول، اتش اوف اكس. طب بعد ما انفذها طبق عليها جي، طب بعد ما تطبق عليها جي طبق على الكلام ده كله اف، خلاص الموضوع سهل جدا. طيب ادينا اكزامبل، الاكزامبل اهو، فين الاف؟ قدامك اف بتساوي بتعمل بسط ومقام 1 على اكس، وفين الجي؟ اكس تربيع زائد 1، وفين الاتش؟ كوزين اكس. طيب thus اف اوفر جي اوفر اتش، اتش الاول، اتش هتبقى الاول، يبقى هعمل كوزين واخد ناتج الكوزين ده احطه في الجي، اما اخد ناتج الكوزين احطه في الجي، جي بتعمل ايه؟ هتقوم ربع لي الكوزين وجمع عليها 1، يبقى كوزين تربيع اكس زائد 1، حط الكلام ده في الاف، اف تقوم حاطه 1 في البسط وحاطه منزله ده في المقام.
شفت بقى؟ خلاص. طيب تعالى الثانية، الثانية هي بيقول لك ايه، بيقول لك ايه الاكزامبل اللي بعد كده. ده ممكن يقول لك بقى فك، يعني بدل ما كومبوز وركب، لا فك. بيقول لك فايند ذا فانكشن اف وجي اند اتش ساتش ذات اف سيركل جي سيركل اتش يساوي اف اوف اكس، اللي هي بتساوي 1 على مقياس اكس زائد 3. بص بقى عشان نشوف دي هتيجي ازاي. اول حاجه لازم تخلي بالك منها، المفروض مين اللي كانت بتطبق الاول؟ ما هو عايز اف اوفر جي اوفر اتش، صح كده؟ يعني اتش تتطبق الاول، فعشان اتش تتطبق الاول تمام، يبقى لازم تكون اتش دي مثلا بتجيب المقياس، خلاص كده اللي هي اسهل حاجه، اتش بتجيب المقياس. طب ومين اللي تتطبق بعدها؟ اللي تتطبق بعدها ان انا ناخد الاكس او المقياس ده ونجمع عليه 3، تمام كده. طب ومين اللي تتطبق بعدها؟ ان انا اعمل كسر. لذلك هتلاقي الناتج اهو، بص كده، اتش هي داله المقياس، جي خدت الاكس وجمعت عليها 3، اف قلبت لك الكسر، يبقى اف اوفر جي اوفر اتش هو اف اوف جي اوف اتش اوف اكس، اتش الاول، يبقى اتش بتجيب المقياس، جي بتستلم بعد منها تجمع 3، اف بتعمل بعد كده تقوم نقلهم لي في المقام وحاطه فوقهم 1، يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الناتج. طيب اخر جزئيه في المحاضره، ودي المفروض يعني جزئيه عايزك تركز فيها وان شاء الله هناقشها، واللي مش واضح فيها هقوله في المحاضره، هي الماثيماتيكال اندكشن. من ضمن الوظائف بتاعت الماثيماتكس هي الاثبات، انك تثبت اذا كانت النظريه صح ولا غلط. فمثلا فيثاغورس لما قال لك النظريه بتاعته بتقول اذا كان المثلث قائم الزاويه فان مربع الوتر، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعات الضلعين الاخرين. مش دي نظريه فيثاغورس؟ مبنيه على اف وزن، اف قائم الزاويه، زن مربع الوتر كذا. حلو كده؟ طيب طالما اف وزن او امبليكيشن بالمنظر ده، يبقى عشان نثبتها لازم نشوف طريقه نثبتها بيها. من ضمن طرق الاثبات الرياضي ان انا بستخدم الماثيماتيكال اندكشن. ليه؟ لان صعب جدا ان انا امشي ثيريتيكال، ثيريتيكال يعني نظري، واطلع او اثبت صحه قانون معين بشكل نظري. اذا اتعملت في واحد مش هتتعمل في التاني. فهناخد اسهل طريقه من طرق الاثبات الرياضي، هي الماثيماتيكال اندكشن او الاستنتاج الرياضي. طيب تعال نشوف هنعمل عليها ازاي او هنعملها ازاي. طبعا هو هنا بيقول لك النظريه، بيقول لك في A and B are positive، يبقى النمبر الناتج عن ضربهم A B is positive. طيب طبعا الثيريم دي doesn't mean الكونفيرس، يعني مش معناها عمرها ما تقلب العكس. is A and B is positive يبقى A and B are positive، تمام؟ يعني ايه عمرها ما تقلب العكس؟ يعني الكونفرس بتاعها غير صحيح. بمعنى ايه الكونفرس؟ ان لو ال A B positive يبقى ال A لوحده positive وال B لوحده، لما ممكن الاثنين ده نيجاتيف وده نيجاتيف فالناتج بقى positive، تمام؟ فالسيرم لما بتيجي بطريقه العكس بتاعها مش لازم بالضروره يبقى صحيح. طيب تعال نشوف بقى الماثيماتيكال اندكشن ده بيعمل ايه. اول مساله هنطبق عليها الماثيماتيكال اندكشن دي المتتابعه الحسابيه او الارثماتيك سيكونس. لو قلنا 1 زائد 2 زائد 3 زائد ان، دول كم حد؟ دول كم حد؟ دول 1 2 3 كذا 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 لغايه ان. مانيش عارف لان دول شويه نقط. دول شويه نقط، هم ان حد، المفروض ان هم ان حد. جميل. طيب ازاي تثبت ان مجموعهم بيجي بالطريقه دي ان في ان زائد 1 على 2؟ طيب قبل ما استخدم الماثيماتيكال اندكشن تعالى نثبتها بايدينا، نشوف اثباتها بايدينا. سي ان السميشن اللي انا عايز اجيبه بيساوي 1 زائد 2 زائد نقط زائد ان. طيب
هو في حاجة لو كتبنا السبميشن ده مقلوب؟ ازاي يعني؟ خلينا ان في الاخر وخلينا اللي بعدها ان ناقص واحد الترم اللي بعدها، تمام، زائد نقط زائد في الاخر هيبقى واحد، قلبناه. فيها حاجة؟ لا ما فيهاش حاجة. طيب تعالى بقى اجمع لي المعادلتين كده، تبقى 2 في السميشن هتساوي 1 وان فيها ال ان زائد 1 زائد ان زائد 1 برضه زائد نقط اخر ترم هيبقى ان زائد 1 برضه اللي هو الترمين الاخرانيين اللي هو ان ده هو 1 اهو. لا، كم ان زائد 1 دول؟ اذا افترضنا ان المتتابعه دي او التتابع ده كان عدده ان، يبقى دول ان، فنقدر ناخد ان زائد 1 مشترك بره كده ويتفضل لي 1 زائد 1 زائد 1 زائد كم مره؟ ان مره. ده معناها ان هو ان هيساوي ان في ان زائد 1، كل ده بيساوي مين؟ 2 في الصم. يبقى الصم لوحده بس هيساوي ان في ان زائد 1 على 2. الله، طلع القانون صح، طلع القانون صح. بس احنا كده استنتجنا ماثيماتيكالي صحته، يعني احنا استنتجنا صحته كده ماثيماتيكالي. احنا عايزين بقى نستخدم الاندكشن. يا ترى ايه الاندكشن؟ الاندكشن بيعمل كالتالي يا جماعه، تعال نشوف بقى الاندكشن بيحلها ازاي. اول حاجه افهم فكره الاندكشن، وان شاء الله هوضحها برضو في المحاضره، ماشي؟ المحاضره الفيس تو فيس هوضحها فيها، لانها يعني تعتبر اجدد حاجه عليكم، او يعني حاجه ما خدتوهاش قبل كده. طيب بص كده، الاندكشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عشان اثبت ده صح، اول خطوه هجرب انها صح عند ارقام، يعني هجرب انها صح عند الواحد عند الاثنين عند ارقام، دي اسمها بيز كيس. يبقى امسك كده، لو حطيت ان، شلت ان وحطيت واحد، شيل ان وحط واحد، يبقى الطرفين ده بقى واحد، وهنا واحد، يبقى واحد على في واحد زائد واحد اللي هي اتنين فيها الواحد برضو، يبقى صح. طب شيل ان وحط اتنين، يبقى واحد واتنين تلاتة، وهنا اتنين على اتنين راحت، واتنين زائد واحد تلاتة، يبقى فيها التلاتة صح برضو. حلو، يبقى اول حاجة تتشك عليها البيز كيس. طيب اذا كانت البيز كيس صحيحة هتتنقل للاندكتيف كيس. الاندكتيف كيس بقى بتقول ايه؟ بتقول لك اسيوم، افترض انها صح عند رقم اسمه كي، اي رقم ات ان ايكوال كي، وكي ده رقم بوزيتيف يعني. طب لو هي صح عند رقم اسمه كي، يبقى تقدر تكتبها 1 زائد 2 زائد نقط زائد كي يساوي كي مضروب في كي زائد 1 على 2، صح ولا لا؟ مش انا بقول افترض انها صح؟ يبقى لو هي صح، بفرض انها صح، يبقى القانون بتاعها كده. جميل. لو قدرت بقى تثبت، دي بنسميها الاندكتيف هايبوثيسيس، ان انا بقول بافتراض انها صح، لو قدرت تثبت انها صح عند كي زائد واحد، ده معناته ايه؟ انها صح. لو انت قدرت تثبت انها صح عند كي زائد واحد، ده معناها انها صح عند الواحد والاثنين والثلاثه، البيز كيس بتقول كده، ومعناها انها صح بالفرضيه عند الكي، وكمان انت قدرت تثبت صحتها عند الكي زائد واحد، فده معناه، والكي ينفع ياخد اي رقم، فده معناها انها صح على طول. ليه؟ لان ببساطه شيل الكي وحط 3 يبقى عند 3 وعند 4، شيل الكي وحط 10 يبقى عند 10 و11، وهكذا. شفت بقى الفكره ماشيه ازاي؟ يبقى اول حاجه بجرب عند الصفر عند الواحد والاثنين البيز كيس يعني. تاني حاجه بفترض صحتها عند الكي، وبحاول اثبت انها صح عند الكي زائد 1. طيب اثبت ازاي انها صح عند الكي زائد 1 باستخدام فرضيه انها صح عند الكي؟ ببساطة شديدة جدا، خلي بالك معايا عشان الحتة دي مهمة جدا. أول حاجة أنت قلت إنها صح عند الكي، صح؟ يبقى 1 زائد 2 زائد نقط زائد كي، كل ده زائد الجديد بقى كي زائد 1، صح؟
جميل، احنا عايزين نشوف بيساوي كام. طيب مش انت قايل ان الجزء ده بيساوي كده؟ لو هو صح عند الكي بيساوي كي في كي زائد واحد، خلاص استبدله، استبدل الجزء ده، يبقى انت كده المشكله اتحولت لكي في كي زائد واحد على 2 زائد كي زائد واحد اللي هو الترم الجديد، حلو كده، زائد كي زائد واحد. جميل، لازم عايز اوحد المقامات عشان اقدر اجمع، تبقى دي على 2 ودي تبقى 2 كي زائد 2، صح ولا لا؟ كده بقى خد مقام جديد، خد الاثنين مقام جديد. طيب كده بقت ايه؟ بقت كي في كي زائد واحد، كي في كي زائد واحد معناها كي تربيع زائد كي زائد كي. طيب زائد كي زائد 2 كي يبقى زائد 3 كي، حلو كده، زائد 2، حلو قوي، يعني كي تربيع زائد 3 كي زائد 2، حلو. خدها بقى حللها، حللها كده، ايه اللي هيحصل؟ انا عايز رقمين مضروبهم حاصل ضربهم بوزيتيف 2 ومجموعهم 3، ما فيش غير الواحد والاثنين. طب ما يبقى ده اهي هي عباره عن كي زائد 2 قوس كده مضروبه في كي زائد 3، كي زائد 1 انا اسف، صح كده، على 2. الله الله، ده طلعت صح، طلعت صح ازاي؟ ما هو انا لو شلت كده اهو حطيت كي زائد واحد هحصل على كي زائد واحد لوحدها كده، كي بقت كي زائد واحد، وكي زائد واحد بقت كي زائد اتنين، ها؟ على اتنين، صح ولا لا؟ هو نفسه اللي انا وصلت له ولا لا؟ هو نفسه. اذا تبقى العلاقة صحيحة. ايه اللي خلى العلاقة دي صحيحة؟ اللي خلى العلاقة صحيحة إن أنا جربت الأول عند الواحد والاثنين، وبعد ما جربت لقيتها صح فرضت إنها صح عند كي، ومن خلال الفرضية إن هي صح عند كي قدرت أثبت إنها صح عند كي بدلالة إنها صح عند كي، هي صح عند كي زائد واحد، وده معناته إنها صح عند الأرقام 1 و2 و3 وصح عند أي رقم اسمه كي، وبالضرورة هي صح عند الكي زائد واحد، وبما ان الكي ينفع ياخد اي رقم فكده هي صح على طول، لان كل ما تحط الكي برقم فالكي زائد واحد هياخد الرقم اللي بعده، تبقى هي كده صح على طول، تمام. وخطوات الحل هي، تمام، احنا افترضنا صحتها عند الكي، جينا وانت بتحل حاول تستخدم الفرضية، فعشان استخدم الفرضية يعني خليت 1 زائد 2 زائد كي دول لوحدهم اهو، وقمت رايح معوض بقيمتهم اللي انا مفترض انها صح، جمع وظبط هتلاقي يطلع لك الناتج لو انت عوضت بكي زائد واحد، فكده معناها العلاقه صحيحه forever. طبعا انت بتقول ايه بقى؟ thus it is true at one من البيز كيس، at k من الاسامبشن او من الاندكشن من الاندكتيف هايبوثيسز، وبعدين at k زائد واحد بالاثبات، فكده انا اثبت انها صح. طبعا ممكن واحد يقول لي ده اثباتها اللي انت عملته في الاول اسهل كتير من الليله دي، ما انا قلت ان مش الاثبات الرياضي مش بالضروره تقدر تجيبه على طول كويس في الاول، ممكن يتعبك او ممكن ما ينفعش ان انا اجيبه، فالاندكشن حلو في الكيسز الاخرى. طيب مساله تانية على الماثيماتيكال اندكشن، مساله تانية، سي احنا خدنا الارثماتيك سيكونس، سي جيومتريك سيكونس ده هو 1 زائد اكس زائد نقط زائد اكس اس ان، دي متتابعه هندسيه، ليه؟ كل ترم بيزيد عن الثاني بانك بتضربه في اكس، واكس ده هو قيمه الاساس. طيب ده بيتحسب الفاليو بتاعته منين او السم بتاعه منين؟ السميشن بتاعه هو 1 ناقص اكس اس ان زائد 1 على 1 ناقص اكس، صح كده؟ جميل. طيب احنا عايزين نثبت ان القانون ده صح، طبعا باي اندكشن. طيب تعال الاول نثبت بايدينا، طبعا الاثبات بايديا كده بس عشان ايه اريحك يعني القانون ده لانه شكله مش مريح. طيب انت عايز تثبت الصم بتاع 1
زائد اكس زائد نقط زائد اكس اس ان. طيب التركه هي ان انا هضرب في الاكس، يبقى هضرب الطرفين في الاكس، يبقى اكس اس بيساوي اكس زائد اكس تربيع زائد نقط، واخر ترم ده هيبقى اسمه اكس ان زائد واحد. صح ولا غلط؟ صح. جميل، تعال بقى اطرح الاثنين من بعض. لو جيت تطرح الاثنين من بعض هيبقى اس ناقص اكس اس، صح كده؟ اللي هي اس افتح قوس واحد ناقص اكس، ايوه، بتساوي ايه؟ واحد، واحد اللي هو ده اهو، ناقص ناقص صفر، اكس ناقص اكس طارد، اكس تربيع ناقص اكس تربيع طارد، اكس ان ناقص اكس ان طارد، اتفضل لي مين؟ صفر ناقص اكس ان زائد واحد، اتفضل لي الترم الاخراني ده اهو. وبالتالي يبقى الصم لوحده هو واحد ناقص اكس اس ان زائد واحد على واحد ناقص اكس. خلاص كده، اللي هو القانون اللي فوق. اذا القانون صح جبريا، الاثبات الجبري طلع لي ان القانون بتاعي صح. طيب طيب تعال نشوف الكلام ده ازاي بالاندكشن. اول خطوه هنجرب، باول خطوه هنعمل ايه؟ هنجرب، هنجرب، جرب كده تحط واحد، جرب تحط اثنين، جرب تحط ثلاثة، هتلاقي القانون صح 100%. يبقى دي البيز كيس. طيب ناو تاني خطوة بقى، افترض ان هو صح عند الكي، سي ان هو صح لما الان ده يتساوي كي، وبالتالي واحد زائد اكس زائد اكس اس كي يساوي، شيل الان وحط كي، واحد ناقص اكس اس كي زائد واحد اللي هي ان زائد واحد على واحد ناقص اكس، ودي اسمها الاندكتيف هايبوثيسيس. اندكتيف هايبوثيسيس. طيب تعالى بقى نثبت، احاول نثبت ان هو صح عند مين؟ عند الكي زائد واحد. طيب عند الكي زائد واحد هيبقى كل ده ينزل معاك واحد زائد اكس زائد نقط زائد اكس اس كي، ايوه، زائد اكس اس كي زائد واحد. مش ده الترم الجديد؟ جميل. طب ما الشويه دول اللي انا حاططهم في مربع دول من الهايبوثيسيس بتاعي هم عباره عن واحد ناقص اس اكس اكس اس كي زائد واحد على واحد ناقص اكس، كل ده هيتجمع على مين؟ على اكس اس كي زائد واحد، صح كده؟ جميل، جميل جدا. طيب طب بعدين، بعدين هنوحد المقامات، وحد المقامات كده، يبقى ده هينضرب في اكس في واحد ناقص اكس، وده هينضرب في واحد ناقص اكس، صح؟ صح. طيب ما ده لما ينضرب في واحد هيديني اكس اس كي ناقص واحد ناقص اكس اس كي زائد اتنين. ركز معايا الخطوة اللي انا عملتها دي، ايه الخطوة اللي انت عملتها دي؟ تعالى وانا اقول لك انا عملت ايه. مش ده كان واحد ناقص اكس، وزع بقى عليه، اضرب اكس اس كي زائد واحد في واحد يديني اكس اس كي زائد واحد، تمام، ناقص علامة الناقص اهي، ناقص اكس اس كي زائد واحد اكس بس، دي كانت اكس بس، في اكس اس كي زائد واحد بقت اكس اس كي زائد اتنين، صح كده؟ طيب اجمع بقى يا ريس، خد مقام مشترك كده وظبط الدنيا وظبط امورك. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انا هاخد واحد ناقص اكس ناقص، انا اسف، ناقص اكس، وهنا هيبقى واحد تنزل زي ما هي، ده اهي طارت مع ده اهي، اتفضل لي واحد ناقص اكس اس كي زائد اتنين. هلا طب ما هي هي، لو هي هي عند الكي زائد واحد، لان عند الكي زائد واحد القانون ده اهو، شيل الكي زائد واحد وشيل الكي وحط كي زائد واحد. طب ما لما اشيل الكي واحط كي زائد واحد دي هتبقى واحد ناقص اكس اس كي زائد اتنين على واحد ناقص اكس. اذا اثبتت صحتها
عند الكي زائد 2 بالفرضيه ان هي صح عند الكي زائد 1. يبقى تقول ايه بقى في الاخر كونكلوجن؟ تقول ناو ات از ترو عند الواحد، طلعت صح عند الواحد، وطلعت صح عند الكي بالفرضيه، انا افترضت صحتها عند الكي واثبتت صحتها عند الكي زائد 1، تمام؟ فكده معناها ان هي صح فور ايفر، ماشي؟ طيب يعني انا كده غطيت جزء الماثيماتيكال اندكشن. في امثله بقى تانية كتير، تمام؟ هنحاول نوضح اللي نقدر عليه منها وهنخلي الباقي للمحاضره. يعني فور اكزامبل بيقول لك اثبت ان 1 زائد 3 زائد 5 زائد 2 ان ناقص 1 بتساوي ان تربيع فور اني ان اكبر من او يساوي صفر. يبقى انت اولك الواحد اكبر من او يساوي 1، اولك الواحد. عشان تثبت حاجه زي دي تثبتها ازاي؟ اول حاجه جرب، جرب تحط 1 هيبقى 1 تربيع فعل 1 وهنا 1. ليه؟ عرفت منين ان هنا 1؟ ما هو 1 في 2 شيل منه 1 اتفضل 1. طب جرب عند 2، 2 تربيع ب 4، طب جرب هنا اللي يحصل؟ هيبقى 1 زائد 3 فعل 4. عرفت منين انها 3؟ ما انا حطيت 2، 2 في 2 ب 4 شيل منهم 1 اتفضل 3. اذا هي صح. طيب الخطوه الجايه نعمل ايه؟ اسيوم ات از ترو عند ال عند ات ان ايكوال كي. يبقى 1، يعني انت عايز تقول لي ان 1 زائد 3 زائد 5 زائد نقط 2 كي، شيل ان وحط كي على طول، ناقص 1 هي نفسها كي تربيع، بتساوي كي تربيع. المفترض انها صح، اسيوم الكلام ده صح. طيب ناو تعالى نثبت هي صح عند كي زائد 1. طب يبقى 1 زائد 3 زائد 5 اللي هي نقط زائد انقل اللي فوق زي ما هي، ناقص كي 2 في كي ناقص 1. ايوه مالها؟ ده كان اخر ترم في اللي فات، احنا بقى المفروض نحط مين؟ نحط نشيل الكي ونحط كي زائد 1. طب ما هو انت لما هتحط كي زائد 1 في الترم ده اهو هيدي لك ايه؟ 2 في كي زائد ايوه زائد 2 ناقص 1 اللي هي زائد 1. 2 في كي زائد 2 2 في كي ناقص 2 ناقص 2 زائد 1. لا استنى عشان اجيبها لك بالتفصيل، اجيبها لك بالتفصيل. انا عايز اقول بالتفصيل، مش هينفع اخد الخطوه دي خبط لزق كده. مش تقول 2 افتح قوس كي زائد 1، شلت كي وحطيت كي زائد 1. جميل، مش ده الترم الجديد؟ اه بس خلي بالك ناقص 1 كمان بنطرح منه 1. حلو، لو صفيت الترم ده، الترم ده لو الصف هيديني 2 كي زائد 2 ناقص 1 زائد 2 ناقص 1. طب ما هو زائد 2 ناقص 1 يعني زائد 1، صح كده؟ طب والشويه دول؟ الشويه دول هاتهم من فوق، مش الشويه دول انت بتقول انهم بيساوي كي تربيع؟ يبقى انت بتقول لي الكلام ده بيساوي كي تربيع زائد كي تربيع. حلو الكلام. الله، طب ما هي بقت كي تربيع زائد 2 كي زائد 1. طب ما ده ايه؟ مربع كامل، يعني ينفع تبقى تقول كي زائد 1 الكل تربيع. الله، طلعت زي ما احنا عايزين ولا طلعت زي ما احنا عايزين؟ لان هي عند الكي بس كانت بتساوي كي تربيع، عند الكي زائد 1 بتساوي كي تربيع زائد 1. يبقى it is true forever. خلاص كده؟ يبقى it is true forever. ماشي، اهو الناتج بتاعها اهو، ادي الفرضيه انها صح عند الكي تربيع، وادي الاستنتاج الرياضي انها صح بدلاله صحتها عند الكي، انها صح عند الكي زائد 1. وبكده يبقى احنا ايه؟ غطينا موضوع الاندكشن. طيب بيقول لك بروف ذات، بروف ذات، بروف ذات ان مضروب ان اقل من ان اس ان. طبعا بالعقل كده لازم، ليه؟ لان ان اس ان معناها ان مضروبه في نفسها ان مره، لكن مضروب ان معناها ان مضروبه في الرقم اللي اقل منه، مضروبه في اللي اقل منه، فطبيعي انها تبقى كده.
صح؟ طب حاجة زي كده نثبتها ازاي؟ طبعا هنجرب، جربنا بعدين الكيس التانية افرض الهايبوثيسيس كيس، يعني انت عايز تقول لي ان مضروب كي اقل من كي اس كي. ايوه هو كده. طيب تعالى بقى نثبت مضروب كي زائد واحد يساوي ايه. طب ما هو مضروب كي زائد واحد يا اخوانا هو عبارة عن كي زائد واحد، لازم تجر رجل الكيس اللي فوق دي الاندكتيف كيس عشان تستفيد بيها. هو كي زائد واحد مضروب كي. الله، مش هو كي زائد واحد مضروب كي؟ مش ده بيساوي كده، بيساوي كده كي زائد واحد مضروب كي. جميل. طيب بس انا عارف ان مضروب كي اقل من مين؟ اقل من كي اس كي. الله، يبقى الكلام ده اهو هيبقى اقل من كي زائد واحد في كي اس كي. اشمعنى بقى انت ما قلتش بيساوي؟ لان انا شلت مضروب الكي وجبت رقم اكبر منه، فطبيعي انا طالما ضربت في رقم اكبر منه يبقى الناتج هيبقى اكبر، صح كده؟ جميل. اللي هو برضو خلي بالك، خلي بالك اللي هو برضو، اللي هو برضو الكلام ده برضو اكبر من كي زائد واحد الكل اس كي. ركز بقى عشان الحتة دي محتاجة عقل صاحي. كي زائد واحد في كي زائد واحد. الله، مش احنا اتفقنا ان المتباينة لو كبرت الطرف الكبير هيفضل المتباينة، صح؟ طب ما انا كبرت الطرف الكبير، كبرته ازاي؟ بدل ما كنت بضرب في كي اس كي ضربت في كي زائد واحد اس كي، في كي زائد واحد الكل اس كي، يعني نقيت رقم اكبر. طب ما هي دي ببساطة اقدر اقول عليها كي زائد واحد الكل اس واحد، هي عبارة عن كي زائد واحد الكل اس كي زائد واحد. لا، ادالك اللي انت عايزه ولا لا؟ اداني اللي انا عايزه، لانها عند كي كانت كي اس كي، عند كي زائد واحد كي زائد واحد كل اس كي زائد واحد. حلو الكلام، اظن الكلام ممتع، وان شاء الله هنأكد عليه في المحاضرة. يعني هنحاول بإذن الله نظبط الحتة دي في المحاضرة عشان تثبت في دماغكم، وهتتغطى كمان كويس جدا في السكشن عشان محدش يشتكي منها. طيب وتقدر بقى طبعا ده الحل بالتفصيل اهو، الحل بالتفصيل اهو، تقدر تقول اهو ده الحل بالتفصيل. ماشي. وبعدين طبعا تقدر بقى مع نفسك الاكزامبل ده ان شاء الله انا هحله في المحاضرة، او ممكن نحله هو كمان دلوقتي. سي بص كده بقى، بص على الاكزامبل ده. ثيرا بيقول لك 3 اس 2 ان ناقص 1 ديفيزابل باي 8. اثبت ان 3 اس 2 ان ناقص 1 ديفايدد باي 8، يعني 8 بتقسمها، تقدر تقسم ديفيزابل باي 8 يعني تقبل القسم على 8. لا احنا فينا من كده، فينا من كده، ايه المشكله يعني انها تقبل على 8؟ اول حاجه تعالى نجرب، جرب كده، جرب تحط ان بواحد، بقت 3 تربيع ب9 ناقص 1 فيها 8 على 8 تنفع. جرب تحطها ب2، 2 يعني 3 اس 4، 3 اس 4 شوفها بكام، ناقص 1 3 في 3 اس 4 يعني 27، شيل منها 1 لا مش 27، 3 اس 4 فيها 81، 81 شيل منها 1 فيها 80 على 8 فيها 10 تنفع. طيب طالما بتنفع كده تعالى بقى نجرب الاندكتيف كيس. الاندكتيف كيس هنفترض انها صح عند كي، يبقى 3 اس 2 كي ناقص 1 بتقبل ديفيزابل باي 8. ناو تعالى نشوف الكلام ده صح عند كي زائد 1 ولا لا. طيب ما هي 3 اس 2 كي زائد 1 هي 3 اس 2 كي زائد 2، صح؟ ناقص 1، مش هي كده؟ جميل. طيب احنا عايزين نجر الرجل ده اهي اللي فوق ده اهي. طب ما هي 3 اس 2 كي زائد 2 هي 3 اس 2 كي مضروبه في 3 تربيع اللي هي 9، صح؟
في 9 اللي هي 3 تربيع ناقص 1، صح؟ طبعا ناقص 1 ده الاثنين. طب ما هي 9 ده هي 8 في 1، صح؟ 9 ده اقدر اقول انها 8 زائد 1، صح؟ كل 8 زائد 1 مضروبه في 3 اس 2 كي ناقص 1، صح؟ طب ما ده هو هيدي لك 3 اس 2 كي لوحدها مضروبه في 8 زائد 3 اس 2 كي ناقص 1، صح ولا لا؟ من فوق، من الفرضيه اللي فوق دي بتقبل اهي، 3 اس 2 كي ناقص 1 بتقبل على 8، والترم الثاني مضروب في 8 يبقى بيقبل على 8. اذا اثبتنا انها عند الكي زائد 1 كمان كلها بتقبل على 8 ولا لا؟ يبقى اثبتنا انها بتقبل على 8، ويبقى بكده حلينا المساله، وطبعا الحل بتاعها اهو، تمام؟ ولو احتاجت توضيح في المحاضره ان شاء الله هنوضحها. طبعا تقدر تتسلى بقى في البيت، تقعد بقى تتسلى. دي شويه اكزامبل اهو على الماثيماتيكال اندكشن، حاول كده بالقلم بالراحه كده تجرب فيهم، واللي يقف معاك ان شاء الله نحله في المحاضره، والمعيد او المعيده هتحله في السكشن ان شاء الله. وبكده انا خلصت، واشوفكم دايما على خير، وان شاء الله نتقابل في المحاضره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.